الاسبوع اللي فات على الميكانيكال ترانسديوسرز، تمام، اللي هي السترينج جيج والحاجات اللي خدناها الاسبوع اللي فات دي كلها كانت ميكانيكال ترانسديوسرز. تمام، احنا النهارده هنكمل في بقيه الميكانيكال وهنكمل السيرمال وهنخلص الشابتر ان شاء الله النهارده. تمام، طيب، فالاسبوع اللي فات محاضره الاسبوع اللي فات دي كلها كانت عباره عن الميكانيكال ترانسديوسر. احنا لسه مكملين في الميكانيكال، بعد كده هنشتغل على السيرمال. تمام، طيب، في كمان من ضمن الميكانيكال ترانسديوسر اللي حاجه بيسموها الروتري انكودر. الانكودر ده جهاز مهم جدا، موجود في الصناعه بشكل كبير جدا. تمام، الانكودر ده بيحول الانجولار بوزيشن، تمام، لديجيتال كود. تمام، يعني بيقدر يقيس حركه الموتورز، مثلا حركه الموتور بيلف مثلا كلوك وايز، بيلف كاونتر كلوك وايز، بيعمل كام لفه في الدقيقه، الار بي ام بتاعه قد ايه، تمام، بيعمل لفة كل قد ايه، بيكمل لفة كاملة كل قد ايه. تمام، فالحاجات دي كلها الانكودر بيقدر يقيسها، وده من الأجهزة المشهورة والشائعة جدا في الصناعة. تمام، استخداماته كتير جدا. تمام، طيب، الجهاز ده زي ما قلت لك بيستخدموه عشان يقيس سبيد او بوزيشن، تمام، او دايركشن اوف روتيشن، يعني يقدر يقول لك مكان الروتور او مكان الحاجة اللي بتلف مكانها فين بالظبط دلوقتي، عاملة كام. لو انت مثلا فرضت انك عندك دايرة، تمام، وخدت الخط الافقي بتاعها ان دي الزاويه صفر، تمام، ما هو الدايره كانه حاجه بتدور يعني، وخدت النقطه بتاعت البدايه بتاعتها الخط الراسي الافقي بتاعها ان دي الزاويه صفر، فكل مع اي حركه بيعمل زاويه، تمام، من اللي هي الخط الافقي ده، فيقدر يقول لك مكان الروتور فين بالظبط، عامل 30 درجه، عامل 70 درجه، عامل 80 درجه من مكان الريفرنس. بيحط مثلا مكان ريفرنس، فعمل مثلا من الريفرنس 30 درجه، عمل من الريفرنس 70 درجه، عمل من الريفرنس 180 درجه، وهكذا. تمام، فيقدر يقول لك البوزيشن بتاع الروتور فين بالظبط، ويقدر يقول لك بيعمل كام لفه في الدقيقه. طيب، الانكودر ده بقى يا سيدي عباره عن ايه؟ الانكودر ده عباره عن ايه؟ عباره عن ديسك، اللي هو الديسك الموف اللي حضرتك شايفه قدامك ده. تمام، الديسك ده مخرم، فيه خرام بس مش لازقه في بعضها، يعني هتلاقي جزء مخرم وجزء مصمت، جزء مخرم وجزء مصمت، وهكذا. تمام، وبيعمل ليد، تمام، ومن الناحيه الثانيه فوتو سنسور، بيعمل ليد ومن الناحيه الثانيه فوتو سنسور. ادي الليد بتاعتك اهي، ومن الناحيه الثانيه يعمل فوتو سنسور. تمام، فالليد بتبعت اضاءه، فلما يعدي الديسك ده المفروض بيتربط فين الديسك اللي هو الموف ده؟ الديسك الموف ده بيتربط على الروتور، الحاجه اللي بتلف، وبالتالي الديسك ده اصبح بيلف مع حركه الموتور اللي متركب عليه. تمام، فبيتركب على الشفط زي مثلا ايه، المروحه، الريش بتاعت المروحه، الريش بتاعت المروحه متركبه على الاكس بتاع الروتور بتاع الايه، المروح، فبالتالي لما الموتور يلف الريش بتلف. تمام، فانا هعتبر بالظبط كأن شكل الريش بالظبط زي الريش بالظبط متركب على الروتور بتاع الموتور، فبالتالي هيدور مع دوران الموتور، وبالتالي الليد دي بتبعت ايه، بتبعت ضوء. كل ما الضوء يعدي قدام فتحه، فالضوء يعدي للناحيه الثانيه، الفوتو سنسور يلقطه، يعدي قدام حته مصمطه فالضوء يتقطع. تمام، فكأن الفوتو سنسور ده عمال يلقط ايه، مره يلقط ضوء ومره لا، مره يلقط ضوء ومره لا، نتيجه ايه، الديسك ده بيلف، تمام، بيعمل ايه، الضوء مره يعدي لما يبقى قدامه فتحه، ومره لما يبقى قدامه جزء مصمت الضوء ما يعديش. فكأن عنده 1 0 1 0 1، مثلا الضوء معدي، 0 الضوء ما عداش، 1 الضوء معدي، 0 الضوء ما عداش، وبيحط سيجنال، بيحط، تمام، سيجنال كونديشننج كده، بحيث يطلع الخرج بتاعه كانه بلصات شكلها عامل كده، 1 ثم 0 ثم 1 ثم 0 ثم 1 ثم 0 ثم 1 ثم 0 وهكذا. تمام، ترين اوف بلسز كده، بلصات. البلصات دي جايه منين؟ الضوء بيعدي من الفتحات ديت يدي له 1، بعد كده لان الروتور بيلف فالديسك الموف ده بيلف، فمره بيبقى عندك فتحه ومره يبقى عندك جزء مصمت، فالجزء المصمت في الجزء الثاني اهو اللي هي الحته دي الضوء ما يعديش، بعد كده يرجع يلاقي فتحه فالضوء يعدي. تمام، هو كل اللي بيحصل ان الضوء لما يعدي يخبط في الفوتو سنسور، الفوتو سنسور يدي اشاره، تمام، لكن لما يقابل جزء مصمت الضوء ما يعديش، تمام، فما يديش اشاره. جميل، طيب خلينا نكمل. بيعمل ايه بقى هو كده؟ بيدخل الفوتو سنسور دوت اهو، زي ما انت شايف في الصوره الثانيه اللي جنب الناحيه الثانيه دي، انت عندك الديسك بيلف، تمام، والفوتو سنسور ده، والفوتو سنسور عمال يلقط اشاره الايه؟ اشاره اللدايه،
اول ما يلقط اشاره بيدخلها على سيجنال كونديشننج اللي هي بتحول لايه بلصات ترين اوف بلصز، ويبدا يحطها على كاونتر يعد. من خلال العدد دي يقدر يقيس سرعه الموتور الار بي ام، يقدر يقيس سرعه الموتور الار بي ام بتاعه. تمام. الانكودر ده يمكن مش عارف عندكم عليه تجارب ولا السنه دي، بس هتاخدوه بعد كده يعني. تمام. في المعامل بعد كده، ده مهم، جهاز مهم جدا. تمام. فهو بيعمل ايه؟ بيدخل الخارج بتاعه اللي هو ترين اوف بلسز ديت، تمام، على سيجنال كونديشننج الهدف منها او اللي هي كاونتر يعني، يحول دي العدد بقى من الارقام. لو انا مثلا عندي مثلا 50 بلس في عندي مثلا عمل لفه كامله، فلو عمل مثلا 100 بلس يبقى عمل لفتين وهكذا. تمام. طيب انواع الانكودر بقى يا جماعه، عندي الانكريمنتال انكودر، الانكريمنتال انكودر تمام، وده بيكون فيه نوعين، السلايدنج كونتاكت ميثود، السلايدنج كونتاكت ميثود والماجنتيك ريلاكتانس ميثود. تمام. السلايدنج كونتاكت ميثود والماجنتيك اللي هي الريلاكتانس ميثود، دول عباره عن ايه؟ هو هنا مش بيعتمد بقى على الضوء، اللي فات ده كان اوبتيكال، اللي فات ده كان اوبتيكال بيعتمد على الضوء. تمام. لكن الانكريمنتال ده ميكانيكي بشكل كبير. يعني ايه الانكريمنتال ده؟ بيعتمد على ايه؟ بيعتمد ان هو بيحط كونتاكت، لما الكونتاكت دي تعدي قدام فتحه تقفل. تمام. تعدي قدام جزء مصمت تفتح، تعدي قدام فتحه تقفل، تعدي قدام جزء مصمت تفتح، فكان عندك سويتش عمال يقفل ويفتح يقفل ويفتح. تمام. طيب دي السلايدنج كونتاكت. الماجنتيك هنشرحه بالتفصيل قدام شويه، في اخر سلايد هنشرح الماجنتيك ده. تمام. هو قايم على فكره المغناطيس والريلاكتانس وايه، هنشرحها قدام شويه، بس انا بشرح لكم حاليا دلوقتي السلايدنج كونتاكت دي شغاله ازاي. عباره عن كونتاكت بتخبط في الديسك اللي بيلف ده، فلما يعدي على جزء مفتوح تقفل، يعدي على جزء مصمت تفتح. تمام. فكان عندي بلصات برضو بس جايه من سويتش اون اوف اون اوف اون اوف، لما يبقى اون يديك واحد، لما يبقى اوف يديك صفر. تمام. طيب فده برضو بيطلع ترين اوف بلسز، بس هنا جايه من طريقه ميكانيكيه. طبعا الطريقه بتاعت السلايدنج كونتاكت ديت ليها عيوب. اولا ايه؟ نتيجه الحركه بيحصل احتكاك وتاكل للكونتاكتس دي. تاني حاجة، ما ينفعش مع السرعات العالية السلايدنج كونتاكت دي. ليه ما تنفعش مع السرعات العالية؟ لأن في السرعات العالية تمام هيبقى أنت عندك اللف بتاعك بتاع الديسك عالي جدا. تمام. وعندك سويتشنج تايم، في حاجة اسمها السويتشنج تايم، إن هو أون أوف ده ما بيحصلش لحظي، ده بياخد جزء من الثانية. تمام. فهنا هيبقى عندك ايرور في القرايات، لأن عندك السويتشنج تايم بتاعك مهما كان صغير مش هيقدر إيه يلاحق على سرعة الشفط او سرعه الديسك اللي بيدور بسرعه عاليه جدا. فالسلايدنج كونتاكت ما بينفعش مع السرعات العاليه. تمام. طيب بعد كده عندي الانكريمنتال برضه، بس بيكون اوبتيكال، بيكون اوبتيكال زي اللي شفناه من شويه في الصوره. الانكريمنتال بيكون اوبتيكال، انه معتمد على فوتو سنسور، حاجه بتبعت ضوء. في حاجه اسمها الابسوليوت اوبتيكال، ده برضه سنسور بس بطريقه مختلفه شويه، هنشرحهم بالتفصيل. تمام. يمكن الوحيد اللي مش هنشرحه بس هو الايه؟ السلايدنج كونتاكت ده، انا قلت لك عنه نبذه سريعه كده، لكن الباقيين دول كلهم هيظهروا معاك في البرزنتيشن دلوقتي. هو السلايدنج ده بس اللي مش هيتقال. تمام. انا اديتك نبذه سريعه عنه بس، وايه مشكلته؟ مشكلته ان هو مع السرعات العاليه نتيجه السويتشنج تايم ما بيلحقش يعمل القراس مظبوط. تاني حاجه، انه مع الاحتكاك بيحصل تاكل للكونتاكت دي، ففي عندي دي شويه مشاكل فيها يعني. طيب نخش بقى على الانكريمنتال اوبتيكال انكودر. تمام. ده عباره عن ايه بقى يا سيدي؟ هو بيعمل للدايه كده اللي هي الليد ايه مثلا وليكن، للدايه ايه؟ حلو، سيبك من بي دلوقتي. نفس الفكره اللي شفناها في الصوره من شويه، بتعدي على اوبتيكال سنسور، كل ما يعدي قدام فتحه يديك قرايه. تمام. يعدي قدام جزء مصمت يديك صفر، فبيعمل لك ترين اوف بلس زي كده، اون اوف اون اوف زي دي، اون اوف اون اوف وهكذا. تمام. فمن هنا من خلال مثلا يعرف مثلا عندي كم مره اون، يعني مثلا بيجي يقيس يقول لك مثلا اللفه الكامله فيها 50 بلس، يعني 50 مره اون. تمام. 50 مره اون، فكل لفه يعمل لك 50، فجت مثلا عندك عمل لك مثلا 300 بلس، 300 بلس على انت مخزنهم على كاونتر، يبقى انت كده عملت كام لفه؟ تمام. اللفه الواحده ب 50، انا قلت لك عندي 300، يبقى انت عملت كام لفه؟ ستة. تمام. الناس سامعاني ولا انا حاسس ان بكلم نفسي؟ سامعينك. تمام. طيب فمن هنا بيقدر يحسب السبيد بتاعه
الموتور اللي متركب عليه، تمام؟ فلو عندي شانل واحدة اللي هي الشانل A بس، فمنها أقدر أحسب السبيد، أقدر أحسب سرعة الروتيشن، تمام؟ ساعات بيستخدموا اتنين تشانل زي A وB زي كده، يبقى عنده اتنين فوتو سنسور وعنده اتنين ليد بيبعتوا إشارة، تمام؟ واتنين فوتو سنسور، تمام؟ هو بيعمل إيه باتنين تشانل بقى يا جماعة؟ لما يستخدم اتنين تشانل يقدر يحسب سرعة الدوران واتجاه الدوران، هل أنت بتلف مع عقارب الساعة كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز؟ يبقى هنا بيستفيد منها حاجتين، بيقيس السبيد السرعة، ودي ممكن بتشانل واحدة، طب التشانل التانية لازمتها إيه؟ التشانل التانية مع الأولى بيساعدوا بعض إن هو يعرف الدايركشن أوف روتيشن، اتجاه دوران الموتور، لأن ده مهم، تمام؟ بيعملها إزاي؟ بص يا سيدي، بيحط اتنين تشانل، حلو؟ والله أنت الروتور بتاعك بيلف، لو مثلا لف مع عقارب الساعة، نقول إن هو لف مع عقارب الساعة، فمثلا هيقطع في ايه قبل بي، او الضوء هيظهر في ايه قبل بي، فبلصات ايه هتظهر قبل بي، زي ما واضح قدامك كده، البلص بتاعت ايه ظهرت قبل بي، فمن هنا بيحدد ان انا شغال كلوك وايز. والعكس، لو الموتور بيلف عكس عقارب الساعه، فالنور هيقطع او البلص بتاعت بي هتظهر قبل ايه، فساعتها تلاقي بي اهي ظاهره اتكونت قبل ايه، البلصات بتاعت بي اتكونت قبل البلصات بتاعت ايه، فساعتها يعرف ان الروتيشن بتاعته كاونتر كلوك وايز. فمن شكل البلصات مين هيظهر قبل مين، الترين اوف بلصز اللي طالعه معاك في الاوتبوت ديت مين ظهر قبل مين، فساعتها بيعتمد عليها ان هو يعرف اتجاه الدوران، تمام؟ فده الهدف ان هو يستخدم تو شانل، تمام؟ طيب، فيبقى عندك هنا اتنين شانل باتنين فوتو سنسور باتنين ليد اللي هم او بي، فوتو سنسور اللي هو ده الناحيه الثانيه اللي المستقبل ده، تمام؟ هم ده المقصود باتنين شانل. الهدف من اتنين شانل زي ما اتفقنا ان انت تقيس السبيد والدايركشن اوف روتيشن. ساعات كمان بيعملوا ثلاثه شانل، دي بس بشرح لكم فيها فكره ان لو ايه سبق بي فيبقى مثلا كانه كلوك وايز، لو بي سبقت ايه تمام يبقى هنا مثلا كانه كاونتر كلوك وايز. جميل. في كمان ساعات بيستخدموا ثلاثه شانل زي اللي قدامك دي، انت عندك ليد 2 3 وثلاثه فوتو سنسور اهم 1 2 3. الله، الهدف من دي ايه؟ حد يتخيل كده الهدف من دي ايه؟ ايه الهدف من ستريت شانل دي بقى؟ لو جيت تبص على الاخيره حتى سهله عشان تسهل عليك، بص الاخيره هتلاقي فتحه واحده بس، للشانل الثالثه اللي هي شانل زد، تمام؟ بتبص على فتحه واحده، يبقى هي على طول مصمطه، الضوء مش واصل غير مره واحده بس لما يعدي قدام الفتحه، فيعدي للايه؟ للفوتو سنسور ده فيلقطه، يبقى ده الليد بيبعت اشاره. طول ما الروتور بيلف مصمط. انا بتكلم على تشانل زد الاخيره تحت خالص دي. تمام؟ فكل ما يعدي يلاقي مصمط لحد ما تيجي لحظه واحده بس هيعدي قدام الفتحه، فالضوء يعدي الناحيه الثانيه يخبط في الفوتو سنسور يدي بلس، تمام؟ حد يتخيل ايه الهدف من التشانل رقم 3 ديت اللي هي زد ديت؟ انت ايه رايك؟ ايه الهدف منها؟ عدد اللفات. ما هو عدد اللفات ده اللي هي السرعه السبيد ار بي ام ريفوليوشن بير مينيت، ده ممكن يقيسها 1 تشانل بس. احنا اتفقنا 1 تشانل اقيس السرعه، 2 تشانل السرعه والدايركشن بتاع الايه الحركه، تمام؟ الشانل الثالثه دي تفتكر ممكن تكون هدف منها ايه؟ خد بالك الشانل الثالثه ديت الهدف من اللي موجود فيها ايه، سلوت واحده فقط، بقيتها كلها معتمه، يبقى انت كله ضلمه ما عدا لحظه واحده بس بيعدي فيه نور، بيعدي فيها النور للايه للفوتو سنسور يلقطه الناحيه الثانيه، فيطلع بلصايه واحده بس اللي هي دي. لكن ايه هتلاقيها ترين اوف بلسز، بي هتلاقيها ترين اوف بلسز، لكن زد هتلاقيها بلس واحده بس. افتكر ليه ده يا جماعه؟ عشان يعرف امتى الموتور كمل لفه كامله، امتى الموتور بتاعك عمل لفه كامله، تمام؟ في اللحظه انهي لحظه الموتور خلص لفه كامله، بحتاجها في بعض الايه في بعض الابلكيشن عشان اعرف الوان كومبليت سايكل بتاعتي حصلت ولا لسه، تمام؟ فكل ما يعمل وان كومبليت سايكل يديك بلصايه، كل ما يعمل وان كومبليت سايكل يديك بلصايه، كل يعني مثلا لو فرضنا الموتور مثلا بيعمل في اللفه الواحده 50 بلص، فتلاقي الايه 50 وتلاقي البي 50 وتلاقي الزد واحده بس،
تمام. يجي في الخمسين التانيين، يجي في اللفة التانية 50 بلس ايه، 50 بلس بي زد واحدة بس. تمام، وده واضح ليه اظن دلوقتي. في حد مش فاهم الكلام اللي بقوله ده؟ تمام، عشان اعرف يبقى الهدف من الشانل زد دي اعرف بس النمبر ايه اللي هو بتاع هيعمل وان كومبليت ريفوليوشن امتى، اللحظة اللي بيعمل فيها وان كومبليت ريفوليوشن. فده الهدف من التلاتة شانل، 3 شانل. تمام. طيب طب دكتور معلش، اتفضل. هو كده ايه الفرق ما بين الاوبتيكال بس؟ يعني الفرق ايه معلش ثاني؟ والاوبتيكال انكودر بس. انا معلش الصوت بيقطع في الحته الاولانيه، قول لي ايه الفرق بين مطلوب بين ايه وايه؟ ما بين الجهاز اللي قدامنا ده؟ اه والاوبتيكال انكودر بس. ما هو ده الاوبتيكال انكودر، هو اوبتيكال يعني ايه ضوئي؟ ما هو ده الاوبتيكال. هو ده الاوبتيكال. ما فرقش حاجة عن اللي حضرتك شرحته في أول مرة؟ يا حبيبي إيه اللي شرحته في أول مرة؟ لحظة. قصدك على السلايدنج ده؟ أنا لحد الآن اتكلمت على السلايدنج والاوبتيكال. تمام؟ السلايدنج ده إحنا مش هنشرحه تفصيلا، هو عبارة عن إيه؟ سويتش محطوط على الديسك. لما السويتش يعدي على فتحة، السويتش يقفل. تمام، يعدي على جزء مصمت السويتش يفتح، فبيحصل احتكاك ما بين الديسك وما بين الكونتاكت دي. تمام، فبتحتاج تتصين بعد شويه. تاني حاجه في السرعات العاليه ما بيقدرش يلقط. تمام، لان عندك حاجه اسمها السويتشنج تايم، يقفل ويفتح، ما كل ما يقفل يديك اشاره يفتح، فعندك في زمن ما بين القفل والفتح. غير الايه الاوبتيكال، الاوبتيكال هو ضوء الفوتو سنسور بيلقطه بس. انا ما شرحتش السلايدنج ده، انا بس قلت لك ايه هو شغال ازاي وعيوبه ايه. تمام، لكن كل المحاضره بشتغل اوبتيكال. اهو انا شغال اوبتيكال اهو، لو جيت تلاحظ اوبتيكال، اوبتيكال يعني في ضوء في الموضوع. تمام، طالما ظهر معاك ضوء في الموضوع، ما انا ببعت اهو عن طريق ليد لايت سورس اهي، لايت سورس، اللايت سورس ده يبقى اوبتيكال على طول. معايا؟ تمام. الليزر مثلا بيبعتوا اشاره ليزر مثلا، مش اشاره ضوئيه عاديه، اشاره ليزر، ما ده ضوئي اوبتيكال برضه. تمام دكتور، بعد اذن حضرتك يا دكتور، اتفضل. حضرتك قلت لما بيعدي من فتحه الفوتو سنسور بيحس بيها فبيطلع لي بلصايه، اما ما صحيح. بيعديش فبيديني زي الزيرو كده. صح، تمام. قلنا بعد كده بناخد الحاجه البلصات اللي طلعت دي بحطها على كاونتر يقول لي هو عمل كم لفه كده او بتاع. تمام، هو معنى بقى للدكتور، بضرب بقى النمبر اللي نزل لي ده اضربه مثلا في معامل ولا حاجه عشان اعرف هو الزبيد كام. اه طبعا، هو بيبقى مظبطها، بيقول مثلا ان كل 50 حسب الماتور بتاعك وحسب الديزاين بتاع الانكودر بتاعك. تمام، فيقول مثلا كل مثلا، يعني انا بقول مثلا، مش ده مش حقيقه يعني. ان كل 50 مثلا بلصايه او كل 50 كاونتنج. تمام، دي 1 ايه 1 ريفوليوشن. تمام خلاص. تمام، يعني على حسب كل جهاز هو محدده بقى بالظبط. انا بقى في التصنيع بقى الحاجات دي. خلاص تمام. تمام، طيب ازاي اعلي الريزوليوشن؟ خد بالك من حاجه بقى هنا، الريزوليوشن بتاعه الاوبتيكال انكودر ده معتمد على ايه؟ الجوده بتاعه الايه، القياس، معتمد على ايه؟ على النمبر اوف هولز، على النمبر اوف هولز. كل ما النمبر اوف هولز، يعني ايه ريزوليوشن؟ مقصود ايه بالريزوليوشن؟ مقصود ايه يا جماعه بالريزوليوشن؟ انت حتى ما تيجي تتكلم مثلا نقول لك الصوره الريزوليوشن بتاعها كويس، تمام، اللي هي مش مبكسله، يعني تلاقي جوده الصوره مهما زومت جوده الصوره حلوه، صح؟ ده المقصود في الصور، حتى اربطها بالصور، دي اشياء حاجه في حياتنا يعني. الريزوليوشن يعني جوده الصوره، الصوره ايه، نقيه، مش مبكسله، مش منغمشه زي ما بيسموها. تمام، هنا نفس الكلام، مقصود بالريزوليوشن هنا ايه؟ ان انا اقدر اقيس انجلر زوايا صغيره جدا، يعني ايه، الموتور مثلا بيعمل 360 درجه ويتحرك على شكل دايره. تمام، فمثلا ممكن تقيس مثلا 30، يعني مثلا في انكودر مثلا بيقيس 30 ثم بعد كده 60 ثم 90 وهكذا، يعني بيقيس كل 30 درجه، فتلاقي الهولز بعيده عن بعضها. تمام، كل 30 درجه يعمل ايه، يعمل فتحه، كل 30 درجه يعمل فتحه، وكل ما كترت عدد الهول كل ما قللت الزاويه اللي تقدر تقيسها. تفرض انا عايز اقيس موتور، عايز اقيس كل واحد درجه من 360 درجه بيتحركها، عايز اقيس كل واحد درجه، كل ما يتحرك درجه اقيسها،
فانت محتاج تعمل نمبر اوف هولز كبيره جدا، صح؟ فالمقصود هنا بالريزوليوشن ان هي اقدر اقيس زوايا صغيره قد ايه. الموتور زي ما تقول لك، زي ما قلت لك، الموتور بيتحرك انجولر، حركه دائريه، تمام؟ فانا لو خدت عند الريفرنس مثلا اللي هي الزاويه صفر على الخط الافقي، تمام، في الربع الاول، وبدات الزاويه تزيد معايا، لما الزاويه تزيد انا عايز اقيس كل واحد درجه ادي اشاره، مثلا كل واحد درجه ادي كاونت، كل واحد درجه ادي كاونت. دي معناها ايه؟ ان كل واحد درجه على الديسك فيه خرم. طب ما الاخرام كتيره جدا كده، والجزء المصمت ما بينهم صغير جدا، تصنيعها صعب جدا، تمام؟ تصنيعها صعب جدا، اللي هي دي الليميتيشن بقى، اللي انت عشان تاخد هاي ريزوليوشن محتاج ايه؟ تحفر نمبر اوف هولز كبيره جدا. طب ماشي يا سيدي، نحفر نمبر اوف هولز كتيره جدا، ايه المشكله يعني؟ ما دي هتاثر لك على السترينث بتاع الديسك، الويل، الانكودر ويل اللي بتاع الديسك اللي بيلف ده، لما تخرم فيه كتير الاسترينس بتاعه او القوه بتاعته هتضعف، القوه بتاعته هتضعف، فتلاقيه بيتكسر، تمام؟ فنحلها ازاي؟ قال لك انا بعمل ايه بقى يا سيدي؟ في المودرن ويل بيعمل ايه؟ بيجيب ازاز، وبدل ما بيحفر لا، بماده كيميائيه كده بيطبع عليه، ازاز وماده كيميائيه بيطبع عليه، بيطبع عليه بحيث يعمل اكبر عدد من كانها هولز يعني، تمام؟ فبيجيب ايه؟ الويل دي مش بيخليها بقى معدن، بيخليها ازاز، وبماده كيميائيه معينه بيحفر فيها او بيطبع عليه عشان يزود النمبر اوف هولز، عشان يحسن الريزوليوشن. طالما الريزوليوشن عاليه تبقى عندك الاكيورسي عاليه، تمام؟ طيب الديس ادفانتج بتاعته بقى يا سيدي، الديس ادفانتج بتاعت الانكودر ده، عشان كده بعد شويه هيحسنها، الانكريمنتال ده هيحسنه، تمام؟ هيقول لك هيعمل في ايه دلوقتي. ايه الديس ادفانتج بتاعته؟ نرجع للصوره دي، الصوره دي حلو. لو انت كنت هنا، لو انت كنت هنا معايا، الناس شايفين معايا يعني؟ خليني امسح القديم لحظه واحده. بس لو انا كنت عند الجزء الاصفر ده، لو انا كنت عند الجزء الاصفر ده، حلو، والكهرباء قطعت، الكهرباء قطعت، هنعتبر الموتور بيلف اهو، بيلف مع عقارب الساعة، بيلف مع عقارب الساعة حسب الرسمة اللي مرسومة اهي، بيلف مع عقارب الساعة، جميل. وانت كنت واقف هنا في اللحظة دي، الكهرباء قطعت فالموتور فصل، حلو. طيب التشانل زد دي المفروض بتدي لك اشارة كل لفة كاملة، صح؟ جميل. طيب لما الكهرباء قطعت ورجعت، حلو، الموتور بدأ السنسور قدام الفتحة ولا كان قدامه جزء مصمت؟ على الوضع ده قدامه قدامه جزء مصمت. انا طبعا معتبر الفتحه هنا دلوقتي، معتبر الفتحه هنا. لحظه ارسم لكم بس الايه، مكان الايه، الهول اهي، الهول اهي، انا معتبر الهول هنا دلوقتي، معتبر الهول هنا، تمام؟ فالحته دي كلها متسقطه، الزاويه دي كلها مسقطه معايا، تمام؟ ليه؟ لان الموتور كان بيلف، فالهول دي كانت موجوده هنا في الحته الايه اللي مرسومه بالاحمر دي، الهول مرسومه بالاحمر اهي، تمام؟ فالليد هنا اللي هي دي بتاعت شانل زد شايفه قدامها ايه؟ المفروض الوقت مصمت، جميل. فهيلف، فهنا هيديك اشاره وهو ما كملش لفه كامله من اول بدايه جديده، هو بدا هنا اخر مره، صح كده؟ لما يلف اللفه دي كلها، هل هو كده كمل لفه كامله؟ لا، لسه الحته دي، الحته دي ناقصه. معايا يا جماعه؟ هقولها تاني، ركز معايا كده تاني، ركز معايا من الاول خالص. بص، انا اعتبرت الموتور الكهرباء كانت شغاله والموتور بيلف، فالفتحه كانت هنا اهي، ماشي، هو عمل لفه كامله وبعد كده بيكمل، فجه عند اللحظه دي الهول هنا اهي ودي مصمطه خلاص، فالفوتو سنسور شايف ايه دلوقتي؟ مصمط، جميل. الحته دي فرق اهي، الحته دي فرق ما بينهم، ماشي، الزاويه دي، ماشي. بعد كده الكهرباء قطعت، جميل. لما فالكاونتر المفروض صفر، لانه انت بترمي على كاونتر، فالكاونتر لما الكهرباء بتقطع بيصفر، الكاونتر صفر، جميل. رجع بعد كده الكهرباء جت، يبقى الموتور هيتحرك منين؟ من اخر منطقه وقف فيها اللي هي دي، اللي هي المنطقه الحمراء دي، اخر نقطه وقف فيها اللي هي دي، فهيلف. هل هو هنا لما يجي الفوتو سنسور المره الجديده هيلقط لفه كامله ولا لفه الا جزء صغير؟ لفه الا الجزء ده، يعني دي مش لفه كامله، الجزء ده مش ايه؟ اتنسى، ما اتاخدش في الاعتبار،
صح كده؟ يبقى هنا الشانل زد ديت مش هيديك اشاره في لفه كامله، يبقى في عندك نسبه ايرور. نتيجه ايه؟ ان انت محتاج كانك تعمل ريسيت، لو الكهرباء قطعت ورجعت محتاج تعمل ريسيت للديسك، بحيث الهول اللي هي بتاعت شانل زد تبقى قدام الفوتو سنسور على طول، تبقى قدام ايه اللي اتضايق على طول، عشان تديك لحظه دورانها اشاره، عشان لما يبدا يدور من تاني يكمل لفه كامله ويديك اشاره. لكن هنا هو ما عملش لفه كامله عشان يديك اشاره، تمام؟ هو عمل تقريبا 3 ارباع لفه، او لفه الا الجزء ده، لفه الا الجزء ده، تمام؟ واداك اشاره قال لك انا كده عملت لفه كامله. لا، هو ما عملش لفه كامله ولا حاجه. فانت محتاج ايه؟ هوم سويتش. هوم سويتش ده يعمل لك ايه؟ يعمل لك ريسيت للديسك نفسه، يرجعه لك للوضع الاصلي اللي مرسومه على اصل الصوره، اللي مرسومه على اصل الصوره، تمام؟ عشان لما يعمل لفه كامله تكون مظبوطه فعلا، ما تبقاش فيها حته الايه النقصان دي. فده من عيوبه، فده من عيوب اهي. انت محتاج هوم سويتش، محتاج هوم سويتش. لحظه، انت محتاج هوم سويتش. الهوم سويتش ده تمام الهدف منه ايه؟ ان هو يعمل لك ريسيت لل مش بوط للشانل زد بتاعتك، وده طبعا بيعمل لك ايرور، بيعمل لك ايرور. طيب هنتغلب عليها ازاي الديس ادفانتج ديت بقى يا سيدي؟ قال لك هستخدم حاجه اسمها الابسوليوت اوبتيكال انكودر. احنا كنا شغالين على الانكريمنت، كنا شغالين على الانكريمنت اوبتيكال انكودر، تمام؟ هيشتغل على نوع جديد، ده شكل الاوتبوت نفسه مختلف، هيشتغل على ابسوليوت، تمام؟ اوبتيكال انكودر، ابسوليوت اوبتيكال انكودر. انت هنا شغال على ايه؟ 01. هو هنا هيعمل ايه بقى يا سيدي؟ هيجيب ديسك، مش هيخرمه، هيعمل فيه دوائر، دوائر بطول الديسك. بص كده على الدايره دي، انا قصدي بالدايره دي، شايف؟ اهي دي سيركل، وعندك كمان سيركل اهي اللي بره دي، وعندك كمان سيركل اهي الثالثه دي، وعندك سيركل رابعه اهي. عنده 4 سيركل اهو، تمام؟ 4 سيركل. في السيركلز دي هيعمل فيها ايه بقى يا سيدي؟ هيعمل فيها ابيض واسود، كل سيركل هتلاقي فيها ابيض واسود، بحيث لما الضوء يعدي على الابيض فيبقى يحصل فيه نفاذيه للضوء، لما يعدي على حته سودة هيحصل فيه ايه؟ ما يعديش الضوء، ما يعديش، تمام؟ فيبقى عنده على كل، خد بالك، على كل دايره في فوتو سنسور او فوتو ليد، والناحيه الثانيه السنسور تحت اهو. على كل دايره منهم من الاربعه في عندك، على كل دايره اي عندك منهم عندك ايه للدايه، على كل دايره. يبقى انت لو عندك مثلا دي بيسموها بقى فور تشانل، دي بيسموها فور تشانل عشان عندك 4 دوائر، تمام؟ ممكن يبقى عندك 5 تشانل، ممكن يبقى عندك 6 تشانل، عشان لو سالتك في حته زي كده المقصود بيها التشانلز دي هنا ايه؟ عدد الدوائر بتاعتك بعدد السنسور بعدد الليد، تمام؟ طيب كل تشانل منهم او كل دايره منهم بتبقى عباره عن ايه؟ حاجات ابيض واسود، حاجات ابيض واسود، تمام؟ طيب فلما الضوء يعدي على الابيض هيديك ايه؟ هيديك اشاره. لما الضوء يعدي على الاسود الاشاره اتقطعت، كانها مصمطه يعني، بمعنى اصح كان الابيض ده فتحه وكان الاسود ده مصمت، تمام؟ بس هنا في الوضع الحالي ده، في الوضع الحالي ده اللي هو ده كده، عند الوضع اللي مرسوم قدامك ده، الاوتبوت بتاعك مش خارج 1 و0 بس، امال ايه؟ الاوتبوت بتاعك خارج كده، لو فرضنا الابيض 1 والاسود 0، فكانك خارج لك 1 0 0 1 باينري اهو. الابيض مديك 1 على الحته على السلايد اللي على السلايس اللي بشرح فيها دي، حته الايه البيتزا الصغيره اللي بشرح فيها دي، الجزء السلايس دي، الشريحه دي، انا واخد شريحه ايه كانها شريحه بيتزا كده، تمام؟ الواحد الابيض يديك 1 1 0 0 1 اهي، اللي جوه اللي جوه خالص 1 واللي بره خالص 1 والاثنين اللي جوه والاثنين اللي في النص اصفار، تمام؟ في حين مثلا لو خدت السلايس دي الشريحه دي، حد يقول لي كده الاول بتاعه ايه؟ لو الشريحة دي عدت تحت الليد، الشريحة دي اللي أنا مشاور عليها دي، ده المفروض يديك إيه؟ واحد 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 بالظبط، ثلاث وحايد صفر،
فاصبح الموضوع بتاعي ما بقاش ايه، ما بقاش واحد بس، ما بقاش كاونتر، لا ده بقى حاجه اسمها باينري سيستم. ما بقاش كاونتر بقى وترين اوف بالسز والكلام الفارغ ده، ده بقى باينري سيستم. عند كل زاويه اقدر بقى اعمل ايه، عدد من الباينرز دي، وكل ما كترت عدد اللي هي الدوائر تمام، زودت الريزوليوشن، زودت الريزوليوشن اقدر اقيس، وفي نفس الوقت قللت المساحه. لو انا قللت المساحه بتاعت الاسود والابيض اقدر هنا، ده هتلاقي حاجات بقى ايه، الاسود صغننه خالص والابيض اصغر منها، الاسود صغيره والابيض اصغر منها، فاقدر هنا ان هنا ما فيش نحت، انا هنا بلون زي ما بيسموه، فاقدر الون بمسافات صغيره جدا. ممكن عن طريق التلوين بالليزر تمام اعمل مسافات صغيره جدا، فازود الريزوليوشن تبقى عاليه جدا، غير الاخرام. الاخرام محتاج اخرم فهبقى هاثر على الديسك، لكن هنا مفيش اخرام، ده هنا ايه بعمل لون ايه، لون اسود ولون ابيض تمام. فانا ممكن عن طريق الليزر نفسه اعمل كله ابيض، وبعد كده عن طريق الليزر اعمل ايه، نقط سودا نقط سودا، اقدر اتحكم في الريزوليوشن بتاعتي، وفي الاخر اللي خارج عندي باينري سيستم وحايد واتنين. دي كام تشانل؟ دي اربعه تشانل، دي اربعه تشانل تمام. طيب ده بيسموه الابسوليو. طبعا الابسوليو ده افضل حاجه في الموضوع حتى الان يعني تمام. فلو جيت تبص كده هو عباره عن مالتي تراكس. مالتي تراكس اللي هي ايه، الدوائر دي يقصد بيها الدوائر دي تمام. وفي نفس الوقت انا بيبقى عندي على كل تراك منهم في سنسور، يعني بيبقى عندك بارلل سنسورز، هم المقصود بيهم البارلل سنسور دول اللي هم دول تمام، سواء الليد او سواء الفوتو سنسور اللي تحت تمام. طيب على كل رينج بحط ايه، سورس، وبحط على كل رينج منهم او على كل تشانل منهم بحط ليد، وبحط تحت ايه فوتو سنسور لازم تمام. ومن هنا هتلاقي كل حركه ليها يونيك، ليها ايه رقم معين، ممكن ما يبقاش زي بعض، مثلا 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 وهكذا. فكل حركه بتديني رقم مختلف عن الثاني، فكل رقم بيعبر لي عن بوزيشن مختلف عن التاني تمام. التكويد بتاعها حاجه اسمها الباينري كود وحاجه اسمها الجري كود، هنشوف الفرق بينهم دلوقتي. التكويد بتاعها، لانك دلوقتي دخلت في باينري بقى تمام، دخلت في وحايد واصفار وحاجات كده تمام. فالتكويد بتاعها بيكون بحاجه اسمها الباينري كود او حاجه اسمها الجري كود، وهناخدهم تفصيلا دلوقتي ايه الفرق ما بينهم ومين افضل من مين تمام. هوريك الباينري والايه، بص معايا كده على الرسمه ديت، انت عندك اربعة ليد اهمت بيقطعوا، ده هيديك واحد، ده هيديك صفر، ده هيديك واحد، ده هيديك واحد تمام. هو قال لك هو مثلا الواحد عبارة عن باص لايت، البلاك يديك صفر اللي هي البلوك ذا لايت تمام. فتلاقي الجدول اللي قدامك ده يعبر لك عن الزوايا بقى كم بالديجري. لو عندك اربع اصفار يبقى الزاويه مثلا صفر، لو عندك مثلا اربع ثلاث اصفار وواحد يبقى الزاويه 22.5، لو عندك مثلا ايه 0 0 1 0 يبقى الزاويه 45 وهكذا، ويفضل شغال كده لحد 360 درجه بالتكويد ده تمام. ده اللي هو الايه الباينري اللي احنا قلنا عليه من شويه، اللي هو ده الباينري كود. هوريك الجري كود كمان شويه، ده الباينري كود، الجري كود هبينه لك كمان شويه تمام. لو حبيت حتى اوريها لك، اه مش معايا هنا للاسف، ماشي مش مشكله. طيب ايه الفرق بقى بين الباينري، ايه مشكلته؟ ده الباينري يا جماعه، ده الباينري. قال لك مشكله، في مشكله عندي في الباينر صغيره قوي تمام، هتاثر لي على الاكيورسي بتاعته شويه. قال لك لو حصل ان الديسك وقف او حصل انقطاع للكهرباء ما بين تو ادجيسنت متجاورين، يعني اثنين سلايس متجاورين، حصل هنا مثلا انقطاع للكهرباء في الجزء ده تمام، حصل انقطاع للكهرباء هنا عند الخط الاحمر ده، عند الخط الاحمر ده حصل انقطاع للكهرباء تمام. فساعتها هيبقى عنده نسبة ايرور في القراية، لأنه مش هيبقى ايه واخد باله آخر حاجة كانت ايه والجديد بقى ايه تمام. ليه؟ لو جيت تبص هنا، انت عندك كام ديسك بيتغير بير سلايس مع كل شريحة، مع كل سلايس تمام، مع كل شريحة. ركز معايا بس عشان مسميات ما تتلخبطش مني، بص معايا كده، دي كده المقصود بيها سلايس، دي كده دي السلايس اللي هي الشريحة زي سلايس البيتزا كده تمام. لكن الدايره على بعضها بسميها ايه، بسميها إيه؟ الرينج دي بسميها ايه، لسه قايل من شويه اسمها ايه، تشانل او تشانل بالظبط كده. يبقى انا عندي التشانل اللي هي الدايره الكامله، لكن دي اسمها سلايس.
حلو كده، دي اسمها سلايس تمام او سيكتور اي حاجه مش فارقه يعني. طيب لو حصل انت عندك اتنين سلايس حلو كده، كم لون بيتغير ما بين سلايس والتانيه؟ يعني مثلا تعالى بص هنا كده، بلاش يعني ايه، ممكن تبقى دي وقت، هل ديت مظبوطه ولا لا؟ بلاش دي، خلينا في اللي فاتت، خلينا في دي لحظه، برضو بلاش دي، خلينا في دي، اهي دي اوضح، احسن حاجه اوضح في الموضوع. في السلايس دي والسلايس اللي جنبها، بص لي على التو سلايس دول كده تمام، كام تغير بيحصل ما بين سلايس والتانية؟ ممكن ساعات اتنين وممكن اكتر تمام. يعني بص هنا السلايس دي كانت اسود، هنا كان اسود اصبح ابيض، وهنا كان اسود اصبح ابيض، وهنا كان ابيض اصبح اسود، وده اسود فضل اسود. يبقى عندك ثلاث تغيرات، يبقى ثلاث ارقام هيتغيروا في السلايس دي عن السلايس اللي بعدها. ثلاث، انت عندك اربعه شانل تمام ما بين اصفار وحايد، يبقى انت عندك في السلايس دي ما بينها وبين السلايس دي ثلاث ارقام هيتغيروا تمام. فقال لك دي بتبقى عندي مشكله تمام، دي بتبقى عندي مشكله تمام، عشان لو حصل انه قطع ما بين اثنين سلايس في اخر السلايس الاولانيه ودخل على السلايس الثانيه هيحصل نسبه ايرور. فقال لك يحلها ازاي بقى يا سيدي؟ يحلها بالجري. احنا اتفقنا عندي نوعين من التكويد، الباينري كنا بنشرح فيه من شويه ده تمام. طيب يحلها ازاي؟ بالجري انكودر. الجري ده بيحصل له بيعمل ايه بقى يا سيدي؟ الجري ده التغير ما بين سلايس والثانيه في رقم واحد بس او في لون واحد بس. يعني تعالى بص على السلايس اثنين التو ادجيسنت سلايس، تعالى مثلا السلايس دي ودي، بص على دي وبص على دي، كام حاجه اتغيرت؟ هتلاقي لون واحده، شانل واحده بس اللي اتغيرت. تعالى بص كده، كانت ابيض بقت ابيض، اسود لسه ابيض، اسود لسه اسود، اسود بقت ابيض، الاخيره ابيض لسه ابيض، يبقى حصل تغير واحد بس. طب تعالى بص على اللي بعدها كده بالنسبه لاخر واحده بالنسبه لها، بص على اخر اثنين بمعنى اصح، اهي كانت ابيض هنا اصبحت اسود هنا تمام، اتغير ده. طب هل الباقيين اتغيروا؟ لا، اهي اسود اسود، ابيض ابيض، ابيض ابيض تمام. بص على اللي جنبها من اخر واحده ليها، بص على اللي جنبها من اخر واحده ليه، اسود فضل اسود، اسود بقى ابيض، يبقى دي اللي اتغيرت اهي، دي كده حصل فيها التغير، لكن دي ابيض زي ما هي، ابيض زي ما هي تمام. فالتغير بدل ما كان بيحصل في ثلاث او اربع ارقام، لا التغير بقى بيحصل في رقم واحد بس، فنسبه الايرور بتاعتك هتقل، نسبه الايرور بتاعتك هتقل. فعشان كده قال لك الجراي هو افضل من الباينري شويه، عشان التغيرات، نسبه التغيرات بتبقى اقل شويه تمام. في الديجيتس، نمبر اوف ديجيت او نمبر اوف تشانل، التغير ما بين سلايس والثانيه بيكون بايه؟ في تشانل واحده بس في الباينري، في الجري انا اسف، لكن الباينري ممكن الاربعه يتغيروا، ممكن ثلاثه يتغيروا، ممكن اثنين يتغيروا، ممكن واحده تتغير، مش ثابته بمعنى اصح، او التغير في النمبر اوف ديجيتس تمام مختلف كتير عن الجري. الجري النمبر في تشانل واحده بس اللي بيتغير تمام. ده كان بالنسبه للاوبتيكال انكودر تمام، ده كان بالنسبه للاوبتيكال انكودر. قلت لك انا عندي، احنا كده خلصنا الاوبتيكال انكودر، اتكلمنا عن السلايدنج بشكل سريع، واتكلمنا عن الانكريمنتال، واتكلمنا عن الابسوليوت. هنتكلم دلوقتي عن الماجنتيك بقى، هنتكلم دلوقتي عن الماجنتيك. بص يا سيدي، الماجنتيك ده عباره عن ايه؟ اتفضل اللي عنده سؤال. دكتور هو مفيش كده اللي هو كان اسمه هوم سويتش كده، مفيش في الباينري في الباينري انكودر صح؟ لا مفيش، لا مفيش سويتشات هنا، ده كله اوبتيكال، ده كل ده اوبتيكال تمام، ده كل ده شغال شغل اوبتيكال تمام. بس في بقى الاوبتيكال بيديني بالسز وبدخلها على كاونتر تمام، اللي هي واحد او صفر، ده اللي هو الانكريمنتال. ركز معايا، انا عندي انكريمنتال عادي اللي هو بالايه، انا عندي اثنين انكريمنتال، انكريمنتال عادي اللي هو بيديك باللي هو السويتش، سلايدنج سويتش ده اللي احنا شرحناه في الاول بس ما اتكلمناش عنه تمام. وعندي انكريمنتال اوبتيكال، حلو كده، انكريمنتال بس اوبتيكال اللي هو شغال يا اما يكون بيديك بلصات تمام، او بيديك اللي هي الايه، الباينري بتاعك، مجموعه وحايد واصفار او تمام.
اللي هو التالي اللي هو الاخير اللي هو الباينري والجراي. تمام ماشيه تمام واضحه كده. الانكريمنتال اللي هو الاوبتيكال انكريمنتال اللي احنا اتكلمنا عنه في الاول ده بيديك ايه؟ بلصات يا واحد يا صفر. ركز معايا، واحد اور صفر. تمام ما هوش باينري سيستم، ده يديك واحد اور صفر، لكن هنا بيديك مجموعه بقى من الباينرز مع بعض، 1 0 0 1 0 0 1 1 وهكذا. تمام تمام ده اللي هو الابسوليوت بقى. تمام يبقى انت عندك الانكريمنتال بس واحد اور زيرو، الانكريمنتال اوبتيكال، الانكريمنتال اوبتيكال واحد اور زيرو، لكن الابسوليوت تمام سواء كان باينري او جراي ايا كان بقى، سواء كان باينري او جراي الابسوليوت بيديك ايه؟ مجموعه من الديجيتس حسب عدد التشانلز اللي عندك، ممكن يبقوا 5 تشانل ممكن يبقوا 6 تشانل. تمام جوه الابسوليوت، جوه الابسوليوت في نوعين الباينري والجراي، يهمني ما تتلخبطش في الحته دي. جوه الابسوليوت في نوعين من التكويد، باينري في الباينري بيختلف ايه؟ ممكن رقمين او ثلاثه او ممكن الاربعه او الخمسه. في الجراي افضل شويه لان التغير بيكون في ديجيت واحد بس من الاربعه او الخمسه. تمام تقسيمه كده واضحه عشان الناس ما تتوهش مني. طب يا دكتور اتفضل، هو الريسيت يا دكتور بيرجعها قبل ما الكهرباء تقطع نفس المكان قبل ما الكهرباء تقطع ولا ايه؟ ولا من الاول يعني بتعمل ريسيت بيرجع لوضع التشغيل البدائي خالص، وده كان عيب الاول الاول اللي هو الانكريمنتال، فعشان كده لجأت للابسوليوت لان تكويد الابسوليوت اسهل، لان كل حركه مجموعه ارقام تفهمني مختلفين، فانا ممكن اعرف اللفه الكامله بمجرد بس انا ايه عارف التكويد بتاع البدايه بتاعي كام. ماشيه تمام. طيب حد دكتور بعد اذنك، هو الانكريمنتال اوبتيكال من صفر اور واحد؟ صفر اور واحد بالظبط اللي هو ده. خليني اعيد عليهم تاني بقى لحظه عشان الناس تايهه قوي مني مش عارف ليه. بص ركز معايا قوي بقى عشان ما تتوهش مني. انا عندي الانكريمنتال العادي اللي هو ميكانيكال بمعنى اصح، يعني في حركه ميكانيكيه تمام اللي هو السلايدنج والماجنتيك. تمام الانكريمنتال انكودر اللي هو ما فيش فيه بقى لا سنسور ولا لايت ولا ضوء ولا الكلام ده خالص، ده ما فيش فيه ضوء خالص، ما تلاقيش فيه بقى لا سنسور ولا لايت ولا اوبتيكال سنسور ولا الكلام ده خالص ولا ليد ولا اي حاجه، ده عباره عن سلايدنج كونتاكت، كان عندك سويتش بيخبط بيقفل يرجع في الحته المصمطه يفتح وهكذا، اون اوف اون اوف اون اوف. وقلنا ده عيوبه ايه؟ عيوبه ان هو مع الحركه بيحصله تاكل، وعندك سويتشنج تايم فتره ما بين الاون والاوف. تمام لانه حركه ميكانيكيه، السويتش ده حركه ميكانيكيه، الحركه الميكانيكيه مهما كانت مش تقف زيرو تايم، لازم لها وقت. تمام فيبقى عندك ايرور في القرايات. الماجنتيك ده هنشرحه دلوقتي، دول الاثنين دول الخاصين بالانكريمنتال اللي هو العادي خالص. في بقى عندي الاوبتيكال، الاوبتيكال نوعين انكريمنت وده واحد اور زيرو بس. تمام الابسوليوت مجموعه من الوحايد والديجيتس حسب عدد التشانلز اللي عندك. تمام بيتقسم نوعين الباينري والجري، ده الابسوليوت. تمام الباينري بيكود بس ممكن مع كل سلايس يتغير من عدد الباينري اللي عندك دول يتغيروا كلهم، او يتغير اثنين منهم، او يتغير ثلاثه منهم، او يتغير واحد بس. اما الجري بيعتمد ان هو ايه؟ لو عندك مثلا اخر حاجه كده تمام اخر حركه كده، الحركه اللي بعدها لازم يبقى التغيير في واحد بس، زيرو واحد زيرو اهو الواحد بقت زيرو، فالتغيير بيكون في تشانل واحده بس، فده بيديك نسبه ايرور اقل. تمام الدنيا واضحه كده ولا عيد تاني في اللي هو التقسيمه بينهم عشان ما حدش يتلخبط؟ الباينري والجراي جوه الابسوليوت، الفرق بين الابسوليوت والانكريمنتال اوبتيكال ان الانكريمنتال اوبتيكال واحد اور زيرو بلسز، واحد زيرو واحد زيرو بدخل لازم ادخلها على كاونتر. انا هنا في الابسوليوت مش محتاج كاونتر، في الابسوليوت مانيش محتاج كاونتر لاني عندي باينري سيستم على طول. تمام التكويد جوه الابسوليوت نوعين باينري وجراي، وعرفنا الفرق ما بين الاثنين كده الدنيا واضحه. اللي جاي دلوقتي انا هشرح الماجنتيك اللي هو ده بين البوينتر فين، انا هشرح ده. تمام واضحه كده غني ده يا عم البرين ستاف، اقفل المايك يا حبيبي. اهلا بكم
محمد مصطفى. طيب ما محمد اسمه ايه يا سيدي؟ محمد مصطفى، محمد رومية. طيب تمام، حلو قوي. خلينا بس اكتب اسمه لحظة، محمد مصطفى، محمد رومية. بسمع اغاني حلوة قوي. انت ايه؟ محمد مصطفى، محمد رومية. لحظة بس اسجله، معلش خليكم معايا دقيقة واحدة عشان تبقى تسمع اغاني حلوة قوي وانت قاعد يا سيدي. فين النوتس؟ محمد مصطفى، محمد رومية. تمام يلا خلينا نكمل. اسمع غني عم مصطفى براحتك بقى. طيب هنشتغل على الانكريمنتال ماجنتيك انكودر، تمام؟ ده مش اوبتيكال. جميل. ده عباره عن ايه يا سيدي بقى؟ تمام، ده عباره عن ماجنتيك بيك اب. ماجنتيك بيك اب، الماجنتيك بيك اب ده بيكون فيه ايه يا سيدي؟ بيكون جواه بيرمننت ماجنت وسنسنج اليمنت، تمام؟ بيكون جواه بيرمننت ماجنت، مغناطيس طبيعي يعني، بيكون جواه مغناطيس. حلو؟ وسنسنج اليمنت. طيب وعندك الديسك بتاع الانكودر متركب، اللي هو ده، اللي هو ده كبير، ده متركب على الشفط، تمام؟ متركب على الشفط اللي هو ده بيلف. جميل. لما الماجنتيك ده، البيرمننت ماجنت ده، يعدي قدامه ريشه زي كده، يعدي قدامه ريشه زي كده، فقيمه الماجنتيك فلوكس، تمام، بتبقى عاليه جدا. ليه؟ لان قيمه الريلكتنس قليله. انت عارف الكهربيه والمغناطيسيه، الكهربيه التيار في الكهربية مكافئ ليه في المغناطيسية الفلكس، تمام؟ المقاومة في الكهربية مكافئ ليها الريلاكتنس في المغناطيسية. فزي التيار بيحب يمشي في أقصر مسار اللي هو في أقصر في أقل مقاومة، تمام؟ نفس الكلام بالظبط في الفيلد، الفيلد يحب يمشي في أقل ريلاكتنس. أقل ريلاكتنس مع الحديد ولا مع الهواء؟ لا، مع الحديد. أقل ريلاكتنس بتكون مع الحديد. فبالتالي المغناطيس اللي هو موجود جوه البيك اب ده، المغناطيس اللي موجود جوه البيك اب، الافضل يبقى قيمه الفلكس عاليه لما يقابل فتحه ما بين ريشتين، ولا يقابل ريشه؟ لا، يقابل ريشه، الريشه حديد، فالفلكس يحب يمشي في الحديد، ما يحبش يمشي في الهواء. فلما لما البيك اب ده يقابل حديد، قيمه الايه الفلكس يبقى عاليه لان الريلكتنس قليله. بعكس لما الريشه تلف ويبقى عندك ما بين ريشتين، فيبقى في فراغ، فيبقى في هواء، فقيمه الريلكتنس تبقى قليله جدا، تمام؟ تبقى قليله، تبقى انا اسف، قيمه الريلكتنس تبقى عاليه، فيبقى الفلكس قليل، تمام؟ فهو قايم على الريلكتنس تشينج، الريلكتنس تشينج، تغير في قيمه الريلكتنس نتيجه الدوران. ليه؟ لما الريشه تبقى قدام البيك اب يبقى الفلكس اللي خارج من المغناطيس عالي جدا، تمام؟ حصل فلكس كبير جدا لان انت عندك حديد قدامه، فالفلكس اللي خارج من المغناطيس يحب يمشي في الحديد، ما يحبش يمشي في الهواء. اقل ريلكتنس اعلى في فلكس. جميل. دكتور اتفضل. بعد اذنك يا دكتور، انا محمد مصطفى يا دكتور، والنت الموبايل اللي عندي بايظ خالص، والنت مهنج خالص، فغصب عني والله يا دكتور. انا كنت انا ما كنت مش عايز افتح. انت مشغل اغاني وقاعد يا دكتور. انا هسمع اغاني على الصبح يا دكتور. الجهاز اللي هنج والله. نتكلم في الاخر يا حبيبي في الموضوع ده، في الاخر تعال نتكلم في الموضوع ده، تمام؟ طيب ماشي. فيرجع بعد كده اللي بتاع يلف، فيقابل فراغ ما بين رشتين، الفراغ ده يعني هواء، فالريلكتنس عاليه، فالفلكس قليل، تمام؟ فالفلكس بتاعك عمال يزيد ويقل، يزيد ويقل، يزيد ويقل، فمن هنا بيقدر يعمل سنس ليه. برضه نفس الكلام لو عندك مثلا 50 تغير مثلا في الثانيه، تمام؟ هو ده برضه بيتدخل على ايه؟ كاونتر. يبقى لو عندك مثلا 50 تغير في اللفه، يبقى هو بيقيس مثلا عدد التغيرات، مثلا اللفه الواحده فيها 50 تغير مثلا، فمثلا لو عمل 300 تغير يبقى عمل كام لفه، وهكذا، تمام؟ طيب الميزات بس في البتاع دوت ان هو ايه؟ لو كوست، رخيص، تمام؟ ونفس الكلام ان ممكن بعد شويه في اللي هو الاوبتيكال في مشكله صغيره قوي، اللي هي ايه؟ اللايت سورس، ممكن يحصل ديكاي لللايت سورس،
اللي هو اللدايه بتاعتك، عشان كده بيلجأوا للليزر بعد شويه. تمام، اللايت سورس نفسه اللمبه اللي انت انت عندك من ناحيتين، ناحيه فيها لمبه وناحيه فيها ايه فوتو سنسور بيحس بالضوء، لما يعدي في الفتحه الضوء يعدي للناحيه الثانيه فالفوتو سنسور يلقطه. طب اللمبه نفسها اللي بتبعت الضوء دي مش ممكن تضعف اضاءتها؟ تضعف، فلو اضاءتها ضعفت فاصبح كانه شايفه ايه، معدي قدام حته بيضاء او حته فاتحه ومفيش ضوء. تمام، فيظهر كانه معتم. فمشكلتي عندي تبقى في الايه، في اللايت، انه ممكن يحصل له ايه ديكي، ممكن يحصل ديكي لقوه الاضاءه، شده الاضاءه بتاعه الايه اللمبه الليد اللي عندك دي، عشان كده بيروحوا للليزر بعد كده، بيروحوا للليزر، ان هو الليزر ايه ثابت. تمام، الليزر مش معتمد بقى على لمبه والكلام ده كله، دي اشاره سيجنال طالعه من جهاز، فلا هتقل ولا هتزيد، الجهاز نفسه متظبط يعني. تمام، فالمميزات ان هو الماجنتيك ده ان هو لو كوست، والسيجنال ديكاي بتاعته مش موجوده، مفيش حاجه اسمها سيجنال ديكاي هنا، عكس الايه الاوبتيكال ممكن يحصل السيجنال ديكاي نتيجه اللمبه نفسها تضعف، فالاشاره بتاعتها اللي طالعه تضعف، فممكن تبقى مطلعه اشاره بس الفوتو سنسور مش لاقطها لان الضوء ضعيف جدا. تمام، طيب شوف بقى مثال ورقه وقلم بقى وجهز نفسك معايا كده، مثال بسيط بس جهز نفسك بورقه وقلم عشان هو مش محلول انا هتكلم فيه دلوقتي. هو بيقول لك ايه بقى يا سيدي، An optical encoder، عرفت ان هو optical شغال على الضوء، has 120 slot on its disk، عنده 120 فتحة. تمام، يبقى الديسك بتاعك فيه 120 فتحة. The speed of the shaft on which the rotor is mounted is 1500 RPM، الروتور ده الديسك ده بتاع الانكودر متركب على موتور، الموتور ده بيلف ب 1500 RPM. Determine the frequency of output pulses، يبقى انا عندي كام بلس في الثانيه، عايز اعرف ما هيخرج لي كام بلس في الثانيه. فكر معايا كده، اقول تاني، انت عندك انكودر 120 سلوت، الديسك بتاع ال 120 سلوت دوت الديسك بتاعه متركب على ايه؟ متركب على موتور بيلف ب 1500 ار بي ام، بيلف بسرعه 1500 ار بي ام، هو عايز يعرف الفريكوانسي بتاع الاوتبوت بلسز، يعني عندك كام بلس في الثانيه، الثانيه الواحده فيها كام بلس. تمام، طيب تجيبها ازاي؟ بص يا سيدي واحده واحده، انت عندك السبيد ار بي ام، يعني ايه ار بي ام؟ ريفوليوشن بير مينيت، ريفوليوشن بير مينيت. تمام، والفريكوانسي اللي هو عايزه بتاع الاوتبوت ده، هو يعني ايه فريكوانسي؟ فريكوانسي يعني ايه؟ اللي انت خدته اللي هو ال 50 هرتز حتى، مش الفريكوانسي قال لك سايكل بير سكند؟ سايكل بير سكند، يبقى عندك كام سايكل؟ مثلا يقول لك السبلاي بتاعك 50 هرتز، يعني ايه؟ عندك 50 ساين ويف في الثانيه الواحده. 50 ساين ويف في الثانيه الواحده، ده الفريكوانسي. يبقى انت كل شغلك على ايه؟ بير سكند مش بير مينت. تاني، الفريكوانسي اللي هو عايزه اللي هو بتاع الاوتبوت، الفريكوانسي اوف اوتبوت بلسز اللي هو ده، ده المفروض يكون بلس بير سكند. تمام، يبقى انا عندي كام بلس في الثانيه. تمام، طيب الحاجه اللي مديها لك جيفن بقى اللي هي السرعه 1500 ار بي ام، يعني ايه ار بي ام؟ ريفوليوشن بير مينت. فانت اول حاجه هتفكر فيها انت مش عايز ريفوليوشن بير مينت، انت عايز ريفوليوشن بير سكند، فتحول ال 1500 ار بي ام ديت لنمبر اوف ريفوليوشن بير سكند. هتعمل ايه؟ تقسم على 60، يبقى 1500 على 60 اول حاجه هيجيب لك انت عندك كام ريفوليوشن بير سكند. لو جيت تشوفها هتلاقي عندك 1500 على 60 هيطلع لك 25 ريفوليوشن بير سكند، 25 لفه في الثانيه، لكن اللي قدامك دي 1500 لفه في الدقيقه، الدقيقه الواحده فيها 1500 لفه، طب الثانيه فيها كام لفه؟ تمام، فهتلاقي عندك 1500 على 60، ده عشان احول بس السبيد لريفوليوشن بير سكند. ليه؟ لان الفريكوانسي في الغالب هيكون بلس بير سكند، بلس بير سكند، فالبير مينت دي مش تنفعك. تمام، فاول حاجه هتجيب الفريكوانسي، هتجيب السرعه بالريفوليوشن بير سكند اللي هي ار بي اس، بدل ار بي ام هتبقى ار بي اس، السبيد هتبقى 1500 على 60 هيديك 25 ار بي اس، ريفوليوشن بير سكند. تمام، طيب انت عندك 25 لفه في 120 سلوت، يبقى عندك كام؟ وكل سلوت هتديك بلس، صح كده؟ مش كل سلوت من 120 هتديك بلس، تديك بلصايه، يبقى عندك 25 لفه في 120 سلوت، لو ضربتهم في بعض مش هتعرف كام بلس بير سكند؟
تمام، يبقى انت هتمسك ال 25 انت حسبتها ديت تضربها في 120 هتعرف الفريكوانس اللي هو عايزه، اللي هو يطلع لك 3000 بالس بير سكند، 3000 بالس بير سكند. تاني، انت عندك اوبتيكال انكودر 120 سلوت متركب على موتور بيلف ب 1500 ار بي ام. هو دايما الداتا بتاعت الموتور هتبقى ار بي ام، مفيش حاجه اسمها ريفوليوشن بير سكند، دي هيديها لك في الموتور. الموتور بيدوا لك ار بي ام على طول زي ار بي ام العربيه، تمام، ريفوليوشن بير مينت. ديتيرمن الفريكوانسي اوف اوتبوت بالسز، هو عايز يعرف انا عندي كام بالس في الثانيه، كام بالس في الثانيه، يبقى بير مينت دي ما تنفعنيش، انا عايز كله بير سكند. فاول حاجه همسك السرعه اللي هو مديها لي بتاعه الموتور اللي متركب عليه الانكودر احولها بير سكند. انا عندي 1500 لفه في الدقيقه، طب انا عندي كام لفه في الثانيه؟ يبقى انا عندي السبيد بتاعتي 1500 على 60 هيديني 25 ريفوليوشن بير سكند، 25 ريفوليوشن بير سكند. حلو، انا عندي 25 لفه في الثانيه، تمام، بيقطعوا 120 سلوت، يبقى انا عندي كام بلس؟ مش كل سلوت هيديني بلصايه. جميل، يبقى عندي 25 في 120 اللي هم عدد البلسز هيديك 3000 بلس بير سكند، هيديك 3000 بلس بير سكند، 3000 بلس بير سكند. تمام، دي كانت المساله، دي مساله بسيطه خالص مش فيها حاجه، بس ممكن العب لك فيها كذا طريقه ادخلها لك جوه حاجه ثانيه. تمام، طيب نشوف بعد كده الانكودر ابلكيشن بقى يا سيدي. الانكودر ابلكيشن بيستخدموه فين؟ في الساتلايت بوزيشن سيستم، عشان اظبط اتجاه الساتلايت بالظبط، لان ممكن مع الهواء مثلا عندك دش مثلا في البيت، تمام، اللي هو الطبق المتحرك دوت، بيظبط الاشاره بتاعته ازاي؟ ممكن في يوم مثلا في هواء انت مثلا ظبطه مثلا على 35 ونص زاويه، 35 ونص من مثلا من 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 قمر مثلا النايل سات، بعد النايل سات ب 35 درجه ونص في قمر تاني، فمظبط على كده، فجه شويه يوم في هواء، تمام، هز الطبق بتاعك مثلا شويه، فبدل ما كانت الزاويه 35 ونص مظبوطه اصبحت 38، فالاشاره ضعفت، تمام، فهو مسجل عنده ال 35 ونص ده مثلا بكود 1101 مش عارف ايه، فلما اتحركت الزاويه 37 فاصبح ما بقاش 1101 دي، بقى 0011 مثلا، فيقوم هو مدي اشاره يقوم معدل اوتوماتيك لوحده تاني، تمام. طيب موجود برضو في ال 3 دي برينترز، الحاجات اللي بتشتغل 3 دي برينترز موجود فيها السيرفو ده، موجود فيها الانكودر ناس، السيرفو بلوتر، الحاجات برضو البلوترز اللي هي بتشتغل على شكل دواير، تمام. الميكانيكال، الميكانيك تولز، الميكانيك تولز او الماشين تولز بشكل عام، اي حاجه بتلف في حركه دائريه اقدر احط عليها انكودر عشان اقيس السرعه، تمام، وادي سيجنال لجهاز تاني مثلا ان سرعه الموتور ده كذا، او سرعه بتاع نزلت، او سرعه الموتور عليت وهكذا، تمام. دي الانكودر ابلكيشن. احنا كده خلصنا الميكانيكال ترانسديوسرز، الحاجات الميكانيكال ترانسديوسر. اللي جاي بقى ثيرمال ترانسديوسر، حاجه بتعتمد على الحراره، حاجه ترانسديوسر معتمده على الحراره. يبقى اللي فات ده كله بتاع المحاضره اللي فاتت والجزء اللي فات بتاع المحاضره ديت اللي احنا عمالين نشرح فيه من ساعتها دوت، ده كان ميكانيكال ترانسديوسر. اللي جاي بقى يا سيدي هو ثيرمال ترانسديوسر. الثيرمال ترانسديوسر فيه ثلاث انواع، الريزيستنس تمبريتشر ديتكتور اللي بيسموها الار تي دي، ريزيستنس تمبريتشر ديتكتور، والثيرمستور، والثيرموكابل. تمام، الثيرموكابل ده انت اعتقد خدته عليه في الشابتر الاولاني، كان في مساله فيها ثيرموكابل كده، هنشرحه اصلا طريقه نظريته قستوا بيها ثيرموكابل، مش عارف كان جهاز ايه بالظبط اللي عندكم وكان فيه ثيرموكابل، لما قال لك حتى نجيب اتنين ثيرموكابل عشان الايرور اللي بيحصل، وشويه عك كده خدتوه في اول في الشابتر الاولاني. يعني احنا بقى نشرح تفصيلا الثيرموكابل اصلا ده شغال ازاي، ليه بيطلع، بيحصل عليه فرق جهد والحاجات دي كلها، تمام، ازاي بيستخدموه في القياس اصلا، تمام. فانت عندك الريزيستنس تمبريتشر ديتكتور الار تي دي، الثيرمستور، الثيرموكابل. طيب خلينا نبدا بالاول حاجه الريزيستنس تمبريتشر ديتكتور. الار تي دي اصلا قايم على فكره ايه؟ ان الالكتريك ريزيستنس بتاع اي ميتال تتغير مع تغير درجه الحراره، تتغير مع تغير درجه الحراره. هو اشهر انواع بتستخدم في الار تي دي هو البلاتينيوم والنيكل، البلاتينيوم والنيكل، تمام، بحيث مثلا لو قست مثلا درجه الحراره عند 20 درجه مئويه، المقاومه عند 20 درجه مئويه، لو خليت درجه الحراره 60 المقاومه مش هتفضل، مش هتفضل مثلا ايه نفس القيمه، هتتغير، تمام. فالمقاومه قيمتها بتختلف باختلاف درجه الحراره، ودي اعتقد خدتوها في الفيزياء، مش حاجه جديده عليكم اكيد عارفينها، يعني خدتوها في يمكن فيزياء اعدادي او ثانويه عامه، مش فاكر، اعدادي هندسه او ثانويه عامه،
فأكيد خدتوا الحتة دي يعني. تمام؟ طيب، فالمواد الأشيع للاستخدام في الـ RTD هي النيكل والبلاتينيوم. للحاجات دي بالذات، لأن هي ليها تأثر ملحوظ بالحرارة، المقاومة بتاعتها بتتأثر تأثر ملحوظ بالحرارة. تمام؟ فهتلاقي مثلا كده اهوت على البلاتينيوم مثلا وليكن، كل ما الحرارة تزيد قيمة المقاومة تزيد، كل ما الحرارة تزيد قيمة المقاومة تزيد. تمام؟ يبقى هنا انت شغال طردي، علاقة طردية، سواء كنت نيكل او بلاتينيوم، كل ما قيمة الحرارة تزيد حسب الكيرف اللي قدامك ده، كل ما قيمة الحرارة تزيد اللي بيحصل للمقاومة، المقاومة بتزيد. تمام؟ والحتة دي مهمة. طيب انت شغلك على القانون ده، الـ RT يعني المقاومة عند درجة الحرارة الجديدة، تمام، بتساوي الـ R نود. الـ R نود عند المقاومة عند درجة حرارة ايه؟ T نود. عند ايه؟ كأنها ريفرنس مثلا. يعني مثلا جيت قلت لك مثلا المقاومة كانت 1 اوم عند 20 درجة سليزيوس، المقاومة كانت 1 اوم عند 20 درجة سليزيوس، اهي دي الـ R نود بقى، اللي هي ايه؟ قيمة المقاومة عند درجة حرارة ريفرنس، عند درجة حرارة. طب لو لو الحرارة أصبحت 40 مثلا، لو الحرارة أصبحت 40، طب قيمة المقاومة الجديدة كام؟ تمام؟ طيب، فقيمة المقاومة الجديدة اللي هي RT، ده المفروض بقى RT بقى يا سيدي، دي RT. طب RT دي تحسبها ازاي؟ هي R نود، افتح قوس، 1 بلس ألفا نود دلتا تي، التغير في الحرارة. ايه هي الألفا نود يا سيدي؟ change in resistance per degree of temperature، ده constant في الغالب بيكون given، يعني مش هقول لك تحسبه. ليه طريقة الحساب؟ انك بتجيب الاسلوب بتاع الكيرف، بس انا مش هجيبها لك صعبة كده، يعني مش وجع قلبي، يعني مش بمتحنك الرياضة يعني. تمام؟ لكن الفا اصلا هي ايه؟ هي الاسلوب بتاع الخط. يعني مثلا لو جالك كيرف مثلا، مش هجي انا مش هعمل كده يعني، لو جالك خط الاحمر ده البلاتينيوم ده، تمام، فعندك الاسلوب بتاع الكيرف بتاعك ده هو ده الالفا نود، لكن انا في الاخر هجيبها لك جيفن على طول، الالفا نود هتبقى جيفن على طول. تمام؟ طيب جميل، بيستخدموه ازاي بقى يا سيدي؟ تمام، ده الار تي دي اهو. تمام، بيوصلوا في ويتستون بريدج، بيوصلوا في ويتستون بريدج، ويتستون بريدج. تمام، يعني بمعنى اصح دي المفروض انها شكل الحقيقي للار تي دي، عباره عن كويل او بتاع شكل ايه، متعرجه كده، تحط في الحاجه اللي عايز تقيس حرارتها، فرن مثلا، فرن حرارته مثلا بسخن فرن الحراره فيه بتطلع وتنزل، الفرام مثلا بتاعه الحديد، تسيح الحديد الصلب. تمام، فانا عايز اقيس درجه حراره الفرن ده عشان ما تعلاش عن درجه معينه في الفرن ينفجر مثلا. تمام، فبحط مثلا الار تي دي جوه الفرن عشان تقيس الحراره، فمع تغير درجه حراره الفرن المقاومه نفسها هتختلف. تمام، بعد كده بنقل الحراره ديت لمقاومه كانها في شكل مقاومه في ويتستون بريدج، في ويتستون بريدج. تمام، طيب بعد كده عن طريق بقى البالانس بتاع الويتستون بريدج زي ما انت عارف اللي احنا خدناه الاسبوع اللي فات وخدتوه قبل كده في الميجر وخدتوه قبل كده السنه اللي فاتت. تمام، ان كل اتنين ما حصل ضربهم في بعض يساووا بعض، يعني مثلا لو قلت ار 1 ف ار 2 مثلا يساوي ار 3 ف ار 4 عشان يبقى الفي اوت اللي هنا نل، او اللي هنا بيسموها النل بريدج. النل بريدج يعني مفيش طيار، مفيش ايه، مفيش فرق جهد على الفي اوت ده. تمام، وبالتالي بيبقى عندك دايما مقاومه متغيره عشان اي تغير في المقاومه دي في الار تي دي يكافئه يوم انت مغير قصاده ايه، المقاومه الثانيه، بحيث تحافظ على البالانس بتاع البريدج زي ما خدنا الاسبوع اللي فات وخدتوها قبل كده كذا سنه. طيب ده ازاي طريقه القياس بتاعتها؟ طبعا عن طريق الفولتج ديفايدر بقى وبتاع يقدر يقيس بقى ايه قيمه التغير في المقاومه، بيقلبوا التغير في فولت، بيقلبوا التغير في فولت زي ما خدنا الاسبوع اللي فات كده. تمام، طيب الار تي دي يا سيدي بيبقى فيها مشكله. تمام، بيبقى فيها مشكله، مشكله اسمها السيلف هيتنج، مشكله اسمها السيلف هيتنج، دي مشكله كبيره. ليه؟ اي مقاومه بيمشي فيها تيار بيحصل فيها اي سكوير في ار، صح؟ اي مقاومه بيمشي فيها تيار بيحصل فيها اي سكوير في ار. اي سكوير في ار يعني ايه؟ لوسز اللي هي حراره، اي سكوير في ار يعني حراره. معنى اصح المقاومه لما بيمر فيها تيار بتسخن اصلا نتيجه نفسها، مش نتيجه تغير حراري. يعني انت مثلا حاططها في فرن، فالمقاومه دي لان البريدج اصلا لازم يمشي فيها تيار، المقاومات دي بيمشي فيها تيار بس تيار قليل،
تمام. لما البريدج اللي بيكون فيها الفي اوتبوت ملوش قيمه، بيكون في ماشي تيار على الاقل موجود جوه الايه المقاومات، التيار صغير. طب لو حصل فرق جهد على الفي اوتبوت ده، التيار بيزيد. معنى كده ان في جميع الاحوال الار تي دي ماشي فيها تيار، فاصبحت اي سكوير في ار لوسز، اللي هي حراره، اللي هي حراره جايه من نفسها مش جايه من حراره الفرن. يعني مثلا فرن مثلا درجه حرارته 40 مثلا، وانت عايز الحراره لو وصلت 41 لا نزل خفض نسبه الوقود عشان حراره الفرن تقل. تمام. ساعات بقى الار تي دي تقوم ايه الحراره الفرن 40، نتيجه السيلف هيتنج اللي ماشي فيها تيار فمديك واحد زياده، فاصبحت اريا 41 مش 40، بس 40 من الفرن وواحد من السيلف هيتنج بتاعتها هي، فيديك اريا 41، فتقول ان الفرن بيحصل له ايه، الفرن حرارته عاليه جدا في مرحله خطر، لازم تنزل درجه حراره الفرن. لا، الفرن في طبيعي جدا، بس المشكله جايه منين؟ من السيلف هيتنج، فلازم يبقوا عاملين حسابها، لازم يبقوا عاملين حسابها. تمام. هقول لك تعملها ازاي دلوقتي، انا اديك مساله عليها دلوقتي. فده بيديك ايرور في الريدنج. في حد عنده مشكله في فكره ايه هي السيلف هيتنج دي؟ تمام. طيب قال لك السيلف هيتنج اللي هي دي معدل التغير في الايه الدلتا تي. خد بالك من حاجه، بس عشان ايه الدلتا تي دي غير الدلتا تي اللي في القانون اللي فات، غير دي، ده فرق الزوايا، ده فرق، انا اسف، ده فرق درجات الحراره. الدلتا تي دي اللي هي فرق، انا مثلا كنت بقول لك انا المقاومه شغاله عند مثلا 20 بقت شغاله عند 40، يبقى 40 ناقص 20 دي الدلتا تي المقصوده في القانون ده، المقصوده في القانون ده. اما القانون الثاني هنا الدلتا تي دي هتقيس هتبقى ايه؟ الدلتا دي يا جماعه اللي هي درجه الحراره انا عايز اقيسها زادت قد ايه نتيجه السيلف هيتنج، معدل الزياده عن درجه الحراره اللي بقيسها نتيجه السيلف هيتنج قد ايه. تمام. وده التعريف ده مهم جدا، هي في جميع المراجع واحد يقول لي طب ليه ما عملناش برمز ثاني؟ لان هي اصلا في المراجع كده دلتا تي برضه. تمام. بس مش مقصود بيها دلتا تي بتاعت اللي فات، مقصود بيها حاجه ثانيه، مقصود بيها حاجه ثانيه. تمام. طيب هقول لك دلوقتي مقصود بيها ايه دلوقتي. فدي مقصود بيها معدل الزياده بتاعه درجه الحراره عن اللي كنت المفروض اقيسها نتيجه السيلف هيتنج. تمام. طيب دي عباره عن ايه الدلتا تي دي يا جماعه؟ هي البي. تمام. البي دي اللي هي ايه؟ الباور ديسيبيتد اي سكوير في ار، الباور لوسز اي سكوير في ار، اللي هي دي اللي جايه اللي عملت الحراره دي. تمام. على البي دي، البي دي اسمه الديسيبيشن كونستانت، وده هديهولك برضو كرقم، يعني ده في الاخر كونستانت ما تشغلش دماغك بيه يعني. تمام. دي بقى اللي انا المفروض اكون عارفها، الباور لوس اللي حصلت في الار تي دي نتيجه مرور تيار فيها بكام، اللي هي جايه بتيجي منين؟ من اي سكور على ار او في سكور على ار. انت عارف الباور لوس بيساوي ايه؟ اي سكور في ار او في سكور على ار. تمام. طيب نشوف مثال ده، ورقه وقلم يا حبيبي وخليك معايا، يلا بينا، ورقه وقلم واجهز. بيقول لك ايه بقى يا سيدي؟ ان ار تي دي هاز الفا، زي ما قلت لك انا هجيب لك الالفا جاهزه على طول، 0.005 لكل درجه سليزيوس. الار تي دي ريزيستنس ب 500 اوم، اللي هي دي الار تي دي ريزيستنس ب 500 اوم، اند الكونستانت البي دي بتاعك ب 30 ملي وات لكل درجه سليزيوس. تمام. طيب عند 20 درجه. تمام. جميل. يبقى الار تي دي 500 عند 20 درجه، الار تي دي 500 عند 20 درجه، فطبيعي لما درجه حراره تختلف المقاومه هتختلف. بس في حاجه ثانيه مش واخدينها في الاعتبار، السيلف هيتنج المقاومه دي هتتغير برضه باختلاف السيلف هيتنج. خلينا نشوف واحده واحده. هو بيقول لك دلوقتي انا عندي الفا، لحد الان ما فيش اي سيره عن ايه السيلف هيتنج غير البي دي، انا عرفت تمام البي دي بقى ظهر عندي سيلف هيتنج دلوقتي. طيب نكمل. The RTD is used in a bridge circuit shown in figure. البريدج اللي عندك دي ادي الار تي دي اهي، وقدامها ار 1 والناحيتين التانيين ار 2 وار 3. طيب قال لك ويز ار 1 وار 2 500، ار 1 وار 2 500 على اعتبار الار تي دي ب 500 برضه، يبقى دي ب 500، ار 1 500، ار 2 500، فطبيعي عشان تحافظ على البريدج ار 3 تكون بكام؟ عشان تحافظ على النال بريدج اللي هو الفي اوت هنا تبقى بصفر، ار 3 تبقى 500. تمام. مش انت عندك المفروض الشرط البريدج بتاعك هو ايه حسب الرسمه اللي بتاعتك ديت؟ ار 3 ار 2 لازم يساوي
ار واحد في الار تي دي، في الار تي دي في المقاومه بتاعت الار تي دي، ار واحد في ار ار اتنين في ار ثلاثه، لا عشان يبقى عندي بالانس لازم يساوي ار ار واحد في الار تي دي، تمام صح كده؟ ده شرط البالانس بتاع البريدج. جميل قوي، لحظه. طيب انا بقول لك دلوقتي الار تي دي ب 500 وار 1 وار 2 ب 500، ار 3 المفروض تكون بكام؟ ب 500 المفروض يعني. طيب اند فاريبل ريزيستنس ار 3، يبقى ار 3 دي مقاومه متغيره بظبطها عشان تعمل لي بالانس للبريدج، بغيرها عشان تعمل لي بالانس للبريدج، فدي قيمه متغيره. تمام. اف ذا سبلاي 10 فولت، الفي تيرمينال اللي هو ده 10 فولت، الفي تي 10 فولت. And RTD is placed in 0 درجة سليزيوس. ال RTD اتحطت في مكان بيبرد مش بيسخن بقى. كانت انا ال RTD كانت 500 عندي 20. انا مسكت ال RTD عشان اقيس ايه ثلاجة، اقيس درجة حرارة الثلاجة. تمام؟ فدرجة الحرارة نزلت مش زادت، نزلت كانت 20 اصبحت 0. فطبيعي احنا قلنا علاقة طردية. لما المقاومة تزيد لحسب الكيرف اللي كنا جايبينه في الأول، لما التيار يزيد، لما الحرارة تزيد المقاومة تزيد، لما الحرارة تقل فطبيعي هنا لازم المقاومة تقل. تمام؟ فالـ RT دي قيمتها هتقل. Find the accurate value of R3، عايز القيمة الحقيقية لـ R3 عشان تحافظ على النال بريدج، البريدج تبقى إيه؟ بالانسد. Taking into account the effect of self heating. taking into account the effect of self heating. يعني هو بيقول لك ايه يا سيدي؟ انا عندي مقاومه 500 عند درجه حراره 20، حطيتها في بريدج، البريدج دي اطرافها كلها 500، البريدج دي اطرافها كلها 500، حلو؟ زي الار تي دي بالظبط. طيب الار 3 مقاومه متغيره، بتتغير على حسب تغير الار تي دي عشان تحافظ على النال بريدج، عشان تحافظ على النال بريدج. انا عندي فولت في تيرمينال ابلايد على البريدج 10 فولت. تمام؟ طيب الار تي دي انا نقلتها بقى عشان ايه؟ حطيتها في وسط درجه حرارته صفر، فطبيعي المقاومه الحراره نزلت يبقى المقاومه قيمتها هتقل. تمام؟ فانا عايز قيمه تغير ار 3 اللي يحافظ لي على النال بريدج. واحد يقول لي طب الموضوع سهل، ار 3 في ار 2، ار 1 في ار تي دي، تمام؟ وانا احسب الار تي دي الجديده اجيب منها ار 3 حسب القانون بتاع الايه؟ تغير المقاومه مع تغير الحراره، اجيب الار تي دي الجديده. اجيب الار تي دي الجديده، تمام؟ وحسب شرط البريدج بتاع النال بريدج ان هو ار 1 في الار تي دي هتساوي ار 2 في ار 3، يبقى كده الموضوع محلول واجيب منها ار 3. لا، ما انت لازم تاخد في حساباتك مين؟ السيلف هيتنج. طالما دخل سيلف هيتنج يبقى انت لازم تكون عارف الباور اللي على ار تي دي بكام، الباور اللي على ار تي دي بكام. تمام؟ وطالما عايز الباور اللي على الار تي دي يبقى هتجيبها من اي سكوير في ار او في سكوير على ار. تمام؟ طيب واحده واحده بقى ايه، اكتب معايا. بص يا سيدي، اول حاجه هجيب قيمه المقاومه بتاعه الار تي دي مع تغير درجه الحراره اللي هو القانون ده، اللي هو القانون ده، تغير قيمه المقاومه بتاعه الار تي دي مع تغير درجه الحراره. يبقى انت عندك الار نود بكام؟ ب 500 عند 20 درجه مئويه، صح كده؟ الالفا نود موجودة، الدلتا تي هي التي الجديدة ناقص تي نود، تي الجديدة بصفر، تي القديمة كام؟ ب 20، يبقى صفر ناقص 20، يعني كده بقول لك. ركز معايا. الأر دي ب 500 في 1 زائد ألفا نود جيفن، درجة الحرارة الجديدة ناقص درجة الحرارة القديمة، درجة الحرارة الجديدة كام؟ صفر، درجة الحرارة القديمة كام؟ 20، يبقى صفر ناقص 20. صفر ناقص 20 و500 عندي اعرف اجيب الحراره الار تي دي الريزستنس بتاعت الار تي دي الجديده حسب تغير درجه الحراره. تمام؟ طيب يبقى هتعوض ار 500 افتح قوس 1 بلس 0.005 في افتح قوس صغير صفر ناقص 20، هيديك الار المقاومه بتاعت الار تي دي اللي هتقل مع نزول درجه الحراره هتطلع ب 450، يعني المقاومه كانت 500 عند 20 درجه مئويه، لما الحراره نزلت بقت صفر درجه مئويه المقاومه بقت 450. واحد يقول لي طب الحمد لله اتحلت، ما هو 450 يبقى المفروض ار 1 في 450 تمام بيساوي ار 2 في ار 3، ار 1 وار 2 زي بعض، يبقى المفروض ار 3 تكافئ على طول ار تي دي، يبقى المفروض ار 3 في 450. غلط،
ليه؟ لان ارت دي لسه هيحصل فيها نزول تاني او صعود تاني، تمام، نتيجه السيلف هيتنج بتاعها. يعني ال 450 دي مش صح، ال 450 دي لو ايديال، لكن الار تي دي هيمشي فيها تيار هيعمل لك حراره، فدرجه الحراره هتعلى على الار تي دي، فالمقاومه هتزيد، فالمقاومه بتاعت الار تي دي هتتغير بمعنى اصح، تمام، هتزيد لان في حراره. يبقى انت اصلا الار تي دي مقاومتها نزلت نتيجه نزول درجه الحراره الاصلي بتاع الوسط اللي بقيسه، بتاع الوسط اللي بقيسه كانت 500 عند 20 فبقت 450 عند صفر، طبيعي جدا، بس لسه هترجع تعلى تاني نتيجه السيلف هيتنج، تيار ماشي فيها هيعمل لك اي سكور في ار، هيعمل لك حراره، هتسخن شويه، تمام. فلما تقيس 450 توقع انها هتقيس ازيد من 450، مش 450 بالظبط، 450 ده لو ايديال ما فيش سيلف هيتنج، لكن لو في سيلف هيتنج لازم اعرف الايه المقاومه هتزيد قد ايه عشان اقول ساعتها ار 3 بكام، تمام. طيب فهبدا اجيب الايه السيلف هيتنج بتاعها، يعني عشان اجيبه محتاج ايه؟ محتاج الباور بتاعتي. اجيب الباور ازاي؟ من اي سكور في ار او في سكور على ار، تمام. خلينا نجيب من ناحيه الكرنت، خلينا نجيب من ناحيه الكرنت، مش الاثنين دول كده يعتبروا بارلل على الفولت ميتر، على الفولت اوت، انا اسف، على الفولت تيرمينال، الاثنين دول مع بعض كده بارلل على الفي تي، صح؟ ما كانها عامله كده ار 1 ار 3 وهنا ار 2 ار تي دي، وادي الفي تيرمينال بتاعها، ده ار 1 وده ار 3 ودي ار 2 ودي هي الار تي دي اللي هي اللي تحت دي، تمام كده. فالفي تيرمينال لو عملت فولتج ديفايدر ما بين ار 2 وار بتاعت الار تي دي، لو عملت فولتج ديفايدر ما بين ده وده وده، مش هعرف اجيب التيار، انا اسف، الكارنت ديفايدر، اعرف اجيب التيار اللي ماشي في البرانش ده، كارنت ديفايدر اعرف اجيب التيار اللي ماشي في البرانش ده، تمام. طيب او من غير كارنت ديفايدر، في على ار على طول، انا اسف، في على ار توتال على طول هجيب التيار، انا اسف، مش لا فولتج ديفايدر، انا مش محتاج فولت واحد، ممكن اجيب فولتج ديفايدر لو انا هجيب في سكور على ار، انا عايز اجيب الباور دلوقتي، تمام. طيب فانا ممكن اعمل على طول كارنت ايه، اجيب الكارنت اللي ماشي في البرانش ده على طول واي سكوير في ار اجيبها، انا عايز اجيب الكارنت في البرانش ده اللي هو البرانش اللي جوه ده، عايز اجيب التيار اللي ماشي في البرانش ده، في على توتال ار، الفي بتاعك ب 10، التوتال ار بكام المفروض؟ دي 500 ودي المفروض على وضعك دلوقتي 450، تمام. يبقى 10 على 500 زائد 450 هيطلع لك التيار بتاعك. بعد كده جبت التيار اللي ماشي في المقاومه ار تي دي، قيمه المقاومه بكام؟ 450. في الاي سكوير جبت الباور، جبت الباور اي سكوير في ار اللي هي 450 في الاي سكوير اللي طلع لي. بعد كده اجيب بقى الدلتا تي، الدلتا تي اللي هي ده اهي، تمام. الباور انا حسبتها، البي دي مديهولي جيفن، جبت الدلتا تي، جبت الدلتا تي، البي دي اهو، البي دي جيفن اهو اهو، تمام، جبت الدلتا تي، الدلتا تي هتطلع 1.8، الدلتا تي هتطلع 1.8 درجه سليزيوس، الدلتا تي هتطلع 1.8 درجه سليزيوس، تمام. ده الدلتا تي بتاعي. يبقى هنا الحراره كانت 20 في الاصل اللي هي دي، نقلت الوسط الحراره بتاعته كام؟ صفر. درجه الوسط ده ما بقتش صفر دلوقتي، درجه الوسط ده اصبحت زيرو زائد دلتا تي اللي حسبتها، دلتا تي اللي حسبتها، تمام. يبقى درجه حراره الوسط ده مش صفر، درجه حراره الوسط ده دلتا تي اللي انا حسبتها اللي هي 1.8. فلما تيجي تعوض في القانون الاصلي بقى خالص اللي هو ده، هنا هتبقى ار تي هتساوي ار نود اللي هي 500 واحد زائد الفا جيفن، افتح قوس، بدل ما كنت بتقول صفر ناقص اللي هي ال 20، 20 القديمه، الوسط الجديد كام؟ المفروض صفر، بس نتيجه السيلف هيتنج اصبح 1.8 اللي هي صفر زائد دلتا تي، صفر زائد دلتا تي، تمام. فيطلع لك قيمه المقاومه في الاخر بتاعت الار تي دي، اكتب معايا 454.5، 454.5
54.5، وبالتالي ار 3 برضه هي نفسها ب 454.5. يبقى قيمه ار 3 اللي هظبطها، خد بالك المساله هنا مش مطلوب ار بكام، مش مطلوب الار بتاعت الار دي، مطلوب قيمه ار 3 بكام. ار 3 ساعتها برضه ب 454.5. تمام. طيب دي كانت المساله دي. نشوف الار تي دي ابلكيشن بيستخدموها فين؟ في الميتال فيورنس، الافرام بتاعت الايه الميتال، الحاجات اللي بتسيح معادن، في الاير كونديشن والريفريجريتور سيرفيس. تمام. في الفود بروسيسنج، عمليات الطبخ، مثلا انت عايز تطبخ عند درجه حراره معينه. تمام. في الستوف والجريلز. تمام. في الصناعات اللي هي التكستايل اللي هي الاقمشه، البلاستيك بروسيسنج، عمليات تصنيع البلاستيك، البتروكيميكال بروسيسنج. تمام. الاير جاز، الاير او الجاز ليكويد تمبريتشر ميجرمنت، عايز تقيس مثلا جوه البايب او التانكس بتاعه البترول الهواء ضغطه قد درجه حراره الهواء قد ايه، درجه حراره الغاز قد ايه. تمام. برضو الاكسهاست جاز اللي هي الغازات اللي طالعه من العوادم، درجه حراره العدم اللي خارج قد ايه، لان دي مهمه لحاجات لصناعات معينه. تمام. لو درجه حراره العدم مثلا طلعت عاليه شويه يبقى ده يدل على حاجه معينه. تمام. فدي من الابلكيشن بتاعه الار تي دي في الصناعه. نيجي بقى للثرمستور. الثرمستور عكس الار تي دي بالظبط. يعني ايه؟ احنا قلنا الار تي دي علاقه طرديه. تمام. يعني كل ما درجه الحراره تزيد المقاومه بتزيد بتاعه الديفايس بتاعتك اللي هي الار تي دي. دي الثرمستور عكسه، كل ما درجه الحراره تزيد المقاومه تقل. تمام. يبقى الثرمستور عكس الار تي دي على طول. الثرمستور كل ما درجه الحراره تزيد، تمام، ايه اللي بيحصل للمقاومه؟ المقاومه بتقل. الله، ازاي بقى بيحصل الكلام ده؟ حسب الحاجه انت مستخدمها. انت كنت هناك بتستخدم مثلا نيكل او بلاتينيوم، المعدن اللي كنت تستخدمه في الار تي دي، لكن هنا بتستخدم سيمي كوندكتور، ماده مصنوعه سيمي كوندكتور. تمام. ايه اللي بيحصل بقى؟ السيمي كوندكتور لما بتسخن ايه اللي بيحصل؟ اصلا السيمي كوندكتور اصلا يا جماعه هي اصلها ايه؟ معازل ولا موصل؟ عازل. تمام. ماده عازله، السيمي كوندكتور في الاصل ماده عازله. لما بتسخن بتبدا الاتوم نفسها تحمل حراره انرجي او طاقه، تحمل طاقه، فده بيعمل ريليز لفري الكترونز. تمام. انا بتكلم على ماده سيمي كوندكتور، هي في الاصل ماده عازله. حلو. لما بيحصل على حراره بيحصل انرجي برودكشن. تمام. تولد لطاقه، الطاقه دي بتعمل ريليز لايه؟ لفري الكترونز، لفري الكترونز. جميل. طيب، وكل ما الحراره تزيد النمبر اوف الكترون يزيد. تمام. وبالتالي عدد الالكترونز بيزيد فيحصل حركه للالكترون. يعني ايه حركه للالكترون؟ هو التيارات، هي التيار هو ايه؟ مجموعه من الالكترونز. تيار كهربي هو ايه؟ فري الكترون بتتحرك. تمام. فيحصل مرور لتيار، يحصل مرور لتيار، كان الماده السيمي كوندكتور مع الحراره بتتحول من ماده عازله لماده موصله. تمام. فكان بمعنى اصح مع زياده الحراره التيار اللي مارر في الماده بيزيد نتيجه زياده الفري الكترون، صح كده؟ التيار اللي بيمر بيزيد نتيجه زياده الفري الكترون. حلو كده. معنى ايه مع الحراره التيار بيزيد؟ معنى ايه الحراره لما تزيد التيار يزيد؟ مش كانك لو ربطتها بالكهربيه التيار بيزيد يعني ايه؟ مقاومه بتقل. التيار يزيد يعني مقاومة تقل. تمام. فيقول لك ايه؟ لما سخن التيار يزيد فكأن المقاومة قلت، فكأن المقاومة قلت. عشان كده هتلاقي العلاقة علاقة ايه؟ نون لينير وانفيرس. مش مشكلة ليه نون لينير؟ مش مشكلة، مش معاك بيها دلوقتي. تمام. بس هنا هتلاقي اهو مع زيادة درجة الحرارة، بص عند درجة حرارة صفر المقاومة تقريبا مثلا وليكن 15، طبعا عند درجة حرارة 20 المقاومة اصبحت تقريبا 6، تقريبا 6. عند 40 نزلت تحت الخمسة قول 4. تمام. لما درجه الحراره تزيد بيحصل مور فري الكترون، بيحصل زياده في التيار. معنى ايه زياده في التيار؟ ان المقاومه بتقل، ان مقاومه الماده بتقل، فالتيار اللي ماشي فيها بيزيد. تمام. فده المقصود بالثرمستور. طيب لحظه. تمام. نشوف مساله بقى، ده بشكل عام الثرمستور شغاله ازاي. نشوف مساله برضو، ده اكزامبل 3، ورقه وقلم واكتب معايا عشان لما نيجي نحل. Thermistor used to monitor room temperature. It has a resistance of 3.5 كيلو اوم. مقاومة الثرمستور
3.5 كيلو اوم عندي 20 درجه تمام، ويز سلوب ماينس 10% لكل درجه سليزيوس، ده كونستانت بس السلوب نيجاتيف. ليه؟ لان مع زياده درجه الحراره بيكون المقاومه هتقل، فلازم يكون السلوب نيجاتيف. انت عارف في الرياضه لما يبقى حاجه طالعه يبقى السلوب بتاعها بوزيتيف، لما تبقى حاجه نازله يبقى السلوب بتاعها نيجاتيف، فعشان هنا التغير عكسي فالسلوب نيجاتيف. تمام، يبقى الريزيستنس بتاعتك 3.5 كيلو عند 20 درجه مئويه بسلوب سالب 10%. ذا ديسيبيشن كونستانت البي دي 5 ملي وات لكل درجه سليزيوس. طالما البي دي ديسيبيشن كونستانت يبقى انت هتخش موضوع في مين، موضوع مين السيلف هيتنج برضو. تمام، ما هي مقاومه برضو بيحصل فيها اي سكوير في ار فبتسخن، فهتلاقي برضو لما تسخن نتيجه نزول درجه فمقاومه المقاومه هتقل، فانت عندك نزول نزول تغير قيمه المقاومه مش ديبند بس على نزول درجه الحراره، لا ديبند برضو على السيلف هيتنج لانها هتسخن نتيجه الاي سكور في ار او في سكور على ار، فلما تسخن حرارتها هتقل، انا اسف، لما تسخن المقاومه بتاعتها هيحصل لها ايه؟ هتقل اكتر. فانت نزول المقاومه نتيجه حاجتين، نتيجه الوسط المحيط ونتيجه السيلف هيتنج. تمام؟ طيب انت عندك الفيجر اللي قدامك دوت 10 فولت فولتش 5 فولت ات 20 درجه سليزيوس. لحظه، تمام. طيب الفولت اللي كان عليها كان 5 فولت، انت لو عملت ايه الفولت بتاعك اللي على الار ثيرمستور كان 5 فولت عند 20 درجه سليزيوس، الفولت الجيفن كله 10، الفولت على الثيرمستور بس كان 5. تمام، الفي دي يعني بمعنى اصح ده الفولت، الفي دي ده كان بكام؟ كان ب 5 حسب فولتج ديفايدر، كان ب 5 انا اسف، 5 فولت، 5 فولت. لحظه الناس معايا؟ انا مش سامع صوت حد بقالي كتير، الناس معايا ولا انا بكلم نفسي؟ معاك كده، معاك حلو. فوقت لما كان هنا 10 فولت حسب فولتج ديفايدر كان ده 5 فولت عند 20 درجه سليزيوس. ايفالويت ذا افكت اوف سيلف هيتنج، عايز يعرف الافكت بتاع السيلف هيتنج هيأثر ازاي على المقاومه. تمام، انت لو جبت الفولتج ديفايدر الفي دي بتاعك هيبقى بكام؟ ب 5 فولت. طيب في سكوير على ار بقى، هنا اسهل تحسب الفي سكوير على ار مش اي سكوير في ار. تمام، الفي دي على المقاومه ار ثيرمستور، في سكوير على ار تعرف تجيب البي، وعندك البي دي تعرف تجيب الدلتا تي اللي هي التغير في قيمه الحراره نتيجه السيلف هيتنج. احنا هنجيب ده الدلتا تي اللي هيساوي البي على البي دي، البي دي هيكون دايما جيفن ما تشغلش دماغك بيه، البي ده يا اما يجي باي سكوير في ار يا اما في سكوير على ار، احنا جبنا المساله اللي فاتت باي سكوير في ار، دلوقتي الاسهل في سكوير على ار، الفي دي بكام؟ الفي دي بخمسه، على الار اللي هي بكام؟ 3.5، 5 سكوير على 3.5 هيديك باور 7.1 من 10 ملي وات، يبقى الباور دي 7.1 من 10 ملي وات. ملي وات. تمام؟ طيب تقسم البي على البي دي، تمام؟ هيدي لك الدلتا تي بتاعتك بكام؟ ب 1.42 من 100 درجة سليزيوس. 1.42 درجة سليزيوس. حلو كده؟ حلو. يبقى الوسط بتاعك هو 20 زي ما هو، ما اختلفش. بس لان الحراره زادت نتيجه السيلف هيتنج يعني الوسط بتاعك 20 ما اختلفش، في المساله كلها 20 اهو، الوسط بتاعك 20 ما اختلفش، ما جيش قلت لك مثلا انا حطيتها في وسط مثلا 40 كان 20 ب 40، لا الوسط ما اختلفش. تمام، بس درجه الحراره اختلفت نتيجه السيلف هيتنج، فالمقاومه مش هتفضل 3.5، تمام، الحراره هتزيد، فطبيعي المقاومه دي هيحصل لها ايه؟ هتقل. تمام، مش كل هنا الثيرمستور عكس الايه؟ عكس الار تي دي، فكل ما الحراره تزيد المقاومه تقل. تمام، طب تحسب الان ازاي؟ من السلوب. تمام، الار الجديده هتساوي ايه؟ الار القديمه زائد ناقص، قصدي معدل النقصان بتاعك، معدل النقصان ده يبقى تجيبه ازاي؟ تمام، الار ثيرمستور الجديده هتساوي الار القديمه ناقص الحته اللي نزلتها. تحسب الحته اللي نزلتها دي قد ايه؟ ازاي؟ الحته اللي نزلتها تبقى سيدي هتبقى بتساوي ايه؟ درجه الحراره اللي هي 1.42 في السلوب، طبعا من غير الناقص لان الناقص اوريدي انت قلت ايه؟ المقاومه الجديده بتساوي المقاومه القديمه ناقص معدل النزول، فانت اوريدي حاطط ناقص خلاص، ف
فانت لما تيجي تعوض بالاسلوب بقى تعوض بالبوزيتيف، لانك قايل اصلا اهو المقاومه الجديده، فين الالم اهو المقاومه الجديده الار نيو وليكن هتبقى الار اولد اللي هي ب 3.5 ناقص دلتا ار معدل النقصان بتاعك، فانت قايل اوريدي ناقص اهو، فلما تيجي تعوض بالاسلوب تعوض بقى ايه من غير الاشاره خلاص، تمام، لانك اوريدي حطيت الاشاره هنا اهي. تمام، طيب معدل النقصان ده تحسبه ازاي؟ الدلتا ار تحسبه ازاي؟ 1.42 في السلوب اللي هو 1/10 في القيمه الاصليه للمقاومه اللي هي 3.5 كده، 1.42 في، تمام، 1/10 في القيمه الاصليه اللي هي 3.5 كيلو، ده كده هيطلع لك بنص كيلو، يبقى 3.5 الاصليه ناقص النص يبقى قيمه المقاومه النهائيه 3 كيلو، نتيجه السيلف هيتنج مش نتيجه تغير الوسط، نتيجه بس السيلف هيتنج نزلت نص كيلو، كانت 3.5 اصبحت 3 كيلو. تمام، دي المساله رقم 3. طيب دكتور اتفضل، هو ليه ما نستخدمش ايه الادراك؟ انا مش سامع، معلش على قول بس ثاني الايه معايا، انا مش سامع والله حاجه منك، قول تاني دكتور. حضرتك قانون بيقول هو 1/ألفا دلتا تي، واحد ايه؟ ارجع كده بصفحتك. حاضر، اوعى يكون قصدك هتشل منك دلوقتي، اوعى يكون قصدك على القانون ده. ما هو ده، ده بتاع السيرمستور، ده بتاع قصدي الارت دي مش بتاع السيرمستور يا حبيبي، ما يدخلش فيه. لا لا حسب نوع الماده، هنا ده الميتال لكن هنا الماده دي سيمي كوندكتور، القانون ده مش بتاع ده، ماشي. السيرمستور ليه قوانين مختلفه ما يدخلش فيه، ده القانون اللي فات ده بتاع ميتال، بتاع الارت دي ماده ميتال معدن، لكن ده اللي شغال في السيرمستور مش ميتال، عشان كده علاقه عكسيه مش طرديه. اصل الميتال المقاومه المفروض انها تزيد يعني، تمام، لكن هنا من الماده دي مش ميتال، الماده دي سيمي كوندكتور، تمام، عشان كده الماده هنا لما تزود حراره المقاومه بتقل، يعني هناك كان السيلف هيتنج بيزود درجه بيزود المقاومه، هنا السيلف هيتنج قلل لك المقاومه. تمام، السيرمستور ابلكيشن عشان اقيس مثلا درجه حراره الزيوت في المحركات في مثلا حاجه زي الترانسفورمر، تمام. طيب برضه بيعملوها كثيرموستات عشان اقيس درجه الحراره ديجيتال، تمام، في الباتري باك في وقت الشحن بتاع البطاريات اقيس درجه حراره، انت عارف البطاريه لما تشحن انت بتحط الموبايل على الشاحن، تمام، وجيت مثلا غطيته بغطاء او عملت حاجه تلاقي البطاريه سخنه جدا، تمام، لازم تبقى فري تو اير عشان تتبرد، لان الشحن نفسه بتاع البطاريات بيسخن البطاريه، فلازم تبقى فري تو اير عشان تتبرد ذاتي، تمام. انت لما تشحن مثلا البطاريه تحطها تحت المخده، تحط الموبايل تحت المخده وتشحنه هتلاقي الموبايل مولع، تمام، فبابا يحطوها برضه عشان يقيس درجه حراره البطاريات وقت الشحن، تمام. المونيتور تمبريتشر بتاع الهوت اند بتاع 3 دي بلوتر، 3 دي بلوتر حاجه بترسم في 3 دي، ففي حاجه اسمها الهوت اند اللي هو الايه النقطه البوينت اللي بتنزل عشان ترسم، تمام. انت في الاخر مش بترسم، انت بتعمل شكل 3 دي. لو حد شاف على اليوتيوب حاجه اسمها 3 دي بلوتر، 3 دي بلوتر ده بيبقى عباره عن ايه؟ عن مكعب كده، مكعب مجسم، تمام، بينزل حاجه زي ايه، ماده كده زي الابره بتحفر في شكل، يعني مثلا بقى عندك حته شمع كده، مثلا شمعه فبتحفر فيها او بتنزل شمع منها، بتنزل شمع عشان لو شفتها بالظبط يبقى شكلها بالظبط كده. ال 3 دي بلوتر عباره عن ايه؟ بتطلع مجسمات يا جماعه. ال 3 دي بلوتر دي ممكن تطلع لك تمثال، تعمل لك تمثال، تمام، تعمله بقى بيرفكت، تعمل تمثال بيرفكت. بتعملها ازاي؟ بيحط جوه البلوتر ده ماده، تمام، والماده دي بتنزل عن طريق ابره بيسموها الهوت اند، بيسموها الهوت اند، تمام. الماده دي بتنزل عن طريق الهوت اند وتبدا ايه تسقط، انت بتحط الرسمه على الكمبيوتر وتحملها على البلوتر، فالبلوتر بيبدا ايه يحرك جواه دراع كده، بيبدا ينزل الماده دي بحيث يطلع لك الشكل اللي انت حاطه في الصوره، يطلعه لك بالظبط في شكل 3 دي، تمام. دي الابره اللي بتنزل تفرغ السائل دوت اسمها الهوت اند، تمام، فعشان يقيس برضه درجه حراره الهوت اند دي. طيب كذلك الفود بروسيسور اندستري، اي حاجه شغاله بالفود، اي حاجه بتقيس حراره على طول فيها. كنترول اوبريشن بتاع الهوم ابليانس، الاجهزه المنزليه في البيت زي مثلا التوستر، الكوفي ميكر، الريفريجريتور، الفريزر، الهير دراير،
الحاجات دي كلها عايز تقيس حرارتها بيحط السيرمستور ده. تمام. اخر حاجه السيرموكابل، وده انتوا خدتوه لو حط فاكر انت الشكل ده كنت خدته عندكم في الميجر تمام مع الدكتوره بيونس الترميده، كان في كان في مساله عندكم او في جزء عندكم استخدموه في سيرمستور وقال لك عشان احسن بتاع احط اثنين سيرمستور حاجه كده يعني. طيب انا اسف السيرموكابل، انا اسف السيرموكابل ده شغال ازاي بقى يا سيدي؟ بص انت عندك هتعمل ايه؟ بص عندك معدنين مختلفين هتعمل بينهم اهم، ده معدن A ومعدن B، احنا هنتكلم لحد الحته دي بس مالكش دعوه فيما بعدها، هنتكلم في الجزء ده بس ماشي. الجزء ده بس عندك معدنين مختلفين، معدن A ومعدن B تمام، معدن A ومعدن B بتعملهم في جانكشن بتربطهم مع بعض، عشان هتسمع كلمه جانكشن دي كتير، جانكشن دي يعني تربطهم مع بعض كده اللي هي الحته دي المقدمه دي بتربطهم مع بعض جانكشن تمام كده. لما الجانكشن دي يحصل عليها حراره او يحصل عليها ده دخلت مثلا فرن حطيت شمعه على الجانكشن دي حطيت حراره على الجانكشن دي فيبدا يحصل تغير في درجه حراره المعدنين. التغير في درجه حراره المعدنين ده هيكون مختلف، التغير هنا هيكون غير التغير هنا، التغير في الاي غير التغير في البي. تاني لو انت عندك معدنين مختلفين عملتهم في جانكشن ربطتهم ببعض يعني الحته دي الحته دي اسمها الجانكشن. الحته دي اسمها الجانكشن اللي هي عند تي ام دي تمام. الجانكشن ديت حطيتها في وسط عايز اقيس درجه حرارته او حطيتها على شمعه، حطيت شمعه عند تحرق الجانكشن دي سخن الجانكشن دي فهتلاقي تغير المادة A حراريا غير تغير المادة B حراريا نتيجة ايه؟ الثيرمال كوندكتيفيتيز بتاعت كل مادة مختلفة عن التانية، الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعت كل مادة مختلفة عن التانية تمام؟ فيبقى عندك ايه؟ هيبقى عندك في جزء هوتر وهيبقى جزء فيه رغم انها نفس الحرارة بس هتلاقي في معدن اسخن من التاني، في معدن اسخن من التاني تمام. السخونه دي هتعمل فري الكترون، السخونه دي هتعمل فري الكترون، فالالكترون دي هتروح منين؟ من الهوتر للكولر. يعني لو فرضنا ان انا سخنت هنا عند الجانكشن دي فاي سخن اكتر من بي فيبدا يحصل انبعاث لفري الكترون. الفري الكترون عايز تمشي ايه؟ من الهوتر اللي هو اي للكولر اللي هو بي تمام. فحصل موفينج للالكترون ما بين اي تو بي، يعني حصل ايه؟ فرق جهد، يظهر فولت، يظهر فولت عندك ما بين A و B. يعني انت لو سخنت عند الجانكشن هيظهر لك قراية فولت ما بين A و B اللي بيسموها سيبيك افكت، ده اسم عالم هو اللي اكتشف الموضوع ده تمام، اسمه سيبيك. السيبيك افكت دي المقصود بيها اللي هو اسم العالم ده يعني اللي هي ايه؟ لو انت سخنت على جانكشن من اتنين ماتيريال مختلفين فيحصل معاك فولتج بوتنشال فولتج او فولتج هيظهر معاك فولت قراية فولت ما بين A و B نتيجة زيادة الكترونات اتحركت من الهوت اند للكول اند اللي هي مثلا من A to B فيظهر معاك فرق جهد تمام؟ يظهر معاك فرق جهد. هنا بقى انت محتاج ايه؟ فاكر انت الاكتف والباسيف، هنا انت دي اكتف على طول ما انتش محتاج فولت عشان يطلع لك فولت، لا ده دي مجرد تغير في درجة الحرارة هيظهر لك تأثير فولت على طول، دي اكتف مش باسيف لو انتوا فاكرين تمام؟ طيب فدي بيسموها السيبك افكت. جميل اهي، يبقى فاينل كده السيرموكابل ورك ازاي؟ وين جانكشن ديسيميلر ماتيريال، جانكشن معموله من ديسيميلر ماتيريال هيتد بروديوس الكتريكال بوتنشال ريليتد ايه الكتريكال بوتنشال يعني فولت يعني نتيجه تغير التمبريتشر دي تمام. طيب يبقى السيبك فولتج ده اللي هيظهر ما بين A وB اللي احنا قلنا في الحته دي كده، في الحته دي ما بين A و B هيظهر نتيجة ايه؟ تغير التمبريتشر تمام، وحسب نوع كل معدن، حسب نوع كل معدن مين هيسخن اكتر من الثاني اتجاهه، يعني ممكن مثلا يبقى الفولت ماشي من B ل A، ممكن يبقى ماشي من A ل B حسب مين هيسخن اكتر من الثاني فحسب المعدن، فدي داخله معاك في موضوع المعدن. طب ازاي استخدمها في القياس بقى؟ ازاي استخدمها في القياس النظريه ديت؟ بص يا سيدي، قال لك انت هتحط الحاجه اللي عايز تقيسها، الوسط اللي عايز تقيسه هتحط الجانكشن دي في الوسط اللي عايز تقيسه، التي ام دي في الوسط اهي تي ميجرد مقصود بيها تي ميجرد، يعني
تمام، تمبريتشر ميجر، الوسط اللي عايز تقيس درجه حرارته هتحط فيها الجانكشن دي اللي هي اي بي دي. جميل. وعشان تعرف تقيس، تمام، اتفقنا ان لازم يكون عندك تو ديفرنت ماتيريال، تو ديفرنت ماتيريال. جميل. هتعمل اتنين جانكشن تانيين اللي هم التي ار دي، تي ار دي نسبه للتي ريفرنس. لو جيت تبص هتلاقي المعدن هنا زي بعضه، معدن سي ومعدن سي. هتعمل ايه؟ ريفرنس جانكشن، اتنين ريفرنس جانكشن، اتنين ريفرنس جانكشن بنفس المعدن، بكومن ماتيريال، بكومن ماتيريال. يعني هنا لو جيت تبص هنا ايه وهنا بي، معدنين مختلفين. بعد كده عملت تي ار وتي ار، بعد كده خارج سي وسي مع نفس المعدن. انا هنا بعمل ايه يا جماعه؟ بعمل معدنين مختلفين في الاصل، في الاول في الحته في وسط القياس، بعد كده بعمل جانكشن ثانيه بكومن ماتيريال، بكومن ماتيريال، معدن ثابت للاثنين، بيسموها الايه؟ الريفرنس جانكشن. الريفرنس جانكشن دي انا عارف درجه حرارتها كام. ليه؟ لان الفولت اللي هيتولد عندك اهو ايبسلون ده هيساوي الفا، الفا ده كونستانت حسب المعادن اللي عندك. تي ام اللي انا عايز اقيسه ناقص تي ار، تي ار اللي هو ايه؟ الريفرنس تمبريتشر بتاعه الكومن ماتيريال بتاعت التو جانكشن اللي فوق دول، اللي هي دي ودي، تمام. وانا عندي الابسلون اعرف على طول التي ام بتاعي، والفولت ده هقراه على اي جهاز، الفولت ده هقراه على اي جهاز، فولت ميتر مثلا، دي سي فولت ميتر، اقيس الايه؟ الابسلون ده. وعندي الالفا وعندي التي ار، بقى المجهول الوحيد هو التي ام، قدرت احسب من هنا التي ام، تمام. طيب فلازم تكون الريفرنس جانكشن معروف تمبريتشر بتاعتها قد ايه، وتكون ثابته، تمبريتشر ثابته مش متغيره، تمام. الحته دي مهمه، لازم الجانكشن الريفرنس بتاعتي اللي هي دي، بص كده، دي بيسموها الريفرنس جانكشن، دي كلها على بعضها كده الريفرنس جانكشن. الريفرنس جانكشن لازم يكون لها شرطين، اللي هي ايه؟ من كومن ماتيريال وحرارتها ثابته، من كومن ماتيريال نفس نوع المعدن وحرارتها ثابته، ما بتعتمدش على حراره الايه؟ الوسط اللي انت شغال فيه، تمام. طب دي صعب انها تبقى موجوده في الصناعه، يعني لو انت بتقيس درجه حراره فرن، تمام، انت عايز السي، ما هي خلاص جبت كومن ماتيريال، تمام، بس المشكله في درجه الحراره تفضل ثابته هنا. يعني انت مثلا قلت درجه حراره الريفرنس ديت 20، جيت اشتغلت في فرن، الفرن درجه حرارته 100، طبيعي التي ريفرنس هتختلف، هتتاثر بدرجه حراره الفرن. لا، انت مش عايزها كده، انت مش عايزها تتاثر اصلا، عايزها تفضل 20، عايزها تفضل 20، يعني ثابته وهيل كونستانت، تفضل كونستانت ثابته، تمام، ما تتغيرش. هتعملها ازاي دي بقى يا سيدي؟ بص الرسمه اللي على الشمال بقى، قال لك عن طريق الوايرنج. انا هحط دي جوه الفرن، الرسمه اللي على الشمال هحط دي، هنخش في السلايد اللي بعدها اهي، هحط دي جوه الفرن لحد القطع ده، لحد القطع ده، تمام. بعد كده انقل الاشاره اللي هنا بواير لمسافات بعيده بقى، ودي تبقى في حته ثانيه خالص، في حته ثانيه خالص. الربط ما بين التو جانكشن دولت او الجانكشن اللي بقيس بيها والريفرنس جانكشن هيكون عن طريق وايرنج اهي، موف ان تو ريموت لوكيشن، تمام، عن طريق اكستنشن وايرنج، سلوك تطويل، هنقل الريفرنس جانكشن دي لمكان بعيد عن المكان اللي بيتغير فيه درجه الحراره، بحيث تفضل درجه حراره الجانكشن ثابته، تفضل درجه حراره الريفرنس جانكشن ثابته، ما بتعتمدش على وسط التشغيل، تمام. نقلتها ليه؟ لان انت لو بتشتغل في وسط حرارته بتختلف، فطبيعي ان درجه حراره الريفرنس جانكشن هتختلف. لا، انا مش عايزها كده، عايزها تفضل ثابته، فبنقل الريفرنس جانكشن دي لمكان بعيد درجه حرارته ثابته، وبنقل الفولت اللي مقري ما بين A و B عن طريق اكستنشن وايرز، تمام. الابلكيشن بتاعت السيرموكابل نفس الكلام برضو، مونيتور تمبريتشر في البرودكشن سالتنج بروسيس بتاعت الستيل والايرن والالومنيوم اندستري، الصناعات اللي هي المعدنيه بشكل عام، درجه حراره الايه؟ الذوبان بتاعت الايه؟ المعادن دي يعني، تمام. التستنج تمبريتشر، بقيس درجات حراره مثلا حاجات معينه زي اللي هي الحاجات اشياء حاجات ليها في البترول، يعني في حاجات البترول، تنقيه البترول، الحاجات دي بيقيسوا درجه حراره الاجهزه عن طريق السيرموكابل دي، تمام. برضه قياس درجه حراره الاجهزه عشان الحمايه، الجهاز مثلا درجه حرارته ما تزيدش عن كذا، تمام، فبيحط له السيرموكابل دي عشان ايه؟ لو في اي حاجه يقطع يفصل الجهاز. نفس الكلام برضه في الفيورانس، في الفران والفران الكهرباء والحاجات دي كلها درجه حرارتها بتعلى، تمام.
ونفس الكلام برضو الانجن اكزاستنج والجاز تيربن. تمام، دي الابلكيشن بتاعت السيرمو كابل. ده كان الشابتر بتاعنا السيرمو الترانسديوسر بالكامل. احنا كده خلصناه. الشابتر الجاي هنخش على الديجيتال انسترومنتس، هناخد فيه تقريبا برضو محاضرتين ونخلص ان شاء الله. طيب حد عنده اي مشكله في اللي فات او بتاعت النهارده؟ دكتور بعد اذنك اتفضل. اول حاجه اللي كانت بعد الار تي سي اسمها ايه؟ السيرمستر. ايوه السيرمستر. ماله؟ لما جينا حلينا المساله كتبنا استخدمنا القانون اللي هو بتاع الدلتا تي بيساوي البي على البي دي. ايوه بالظبط. ده السيلف هيتنج، ده السيلف هيتنج. السيلف هيتنج في الاثنين ثابت لانه اصلا كده كده جاي من الايس كور في ار، لكن نظريه عمل كل واحده يعني السيلف هيتنج طبيعي ايس كور في ار او في سكور على ار، فقانون السيلف هيتنج في الاثنين ثابت لان الاثنين بيسخنوا نتيجه حاجه واحده اللوسز او اللي هي الايس كور في ار او الباور بمعنى صح. تمام، لكن نظريه عمل كل واحد مختلف عن الثاني، فتعويض كل قانون غير الثاني. يبقى الار تي دي بيعمل نتيجه السيلف ونتيجه نتيجه السيلف ونتيجه التغير في الوسط المحيط، اما هنا بيعمل نتيجه السيلف بس صح؟ لا، والوسط المحيط برضو يا هندسه. وبرضو الوسط المحيط طبعا. طيب والوسط المحيط استخدم القانون بتاع الار تي دي برضو ولا ده غيره بقى؟ يبقى غيره الايه؟ لما اجي اشوف بقى التغير اللي حصل في الوسط المحيط بستخدم طبعا القانون اللي هو كنا كتبناه في الار تي دي. انا مش فاهم انت قصدك ايه. يعني حضرتك يا دكتور قلنا السيرمستور بيتاثر نتيجه حاجتين، السيلف هيت والوسط المحيط. تمام، ليها قانون تاني. ليها قانون تاني هشوفه لكم. عايز انت عايز القانون تاني اللي بيأثر على الوسط المحيط. ايوه هشوفه لك. انا قصدي يعني فهمت قصدك. خليني بس طيب هشوفه لكم. حاضر خلاص. طب والسيرمو كابل يا دكتور، بس مطلوب مني اعرف بس العلاقه اللي كانت في الاخر بس معلاش مسائل دي صح؟ بشكل عام عنه يعني الدنيا ماشيه ازاي بيقيسوا الحاجات دي كلها. خلاص ماشي، شكرا يا دكتور. عفوا، التوفيق ان شاء الله يا رجاله. بعد اذن حضرتك يا دكتور. قول يا جماهير اتفضل. هو امتحان الفاينل هيبقى عليه اسئله زي اشرح الاجهزه والكلام ده؟ هيبقى في كل حاجه، في اسئله من ناحيه المسائل، وفي وات ويل هابند اف، ايه اللي هيحصل لو عملت كذا، وايه ديسكاس، ارسم مع مثلا ادفانتج ديس ادفانتج، ارسم مثلا شكل كاركترستيك معينه، حاجات كده يعني. تمام، النظري في الجزء ده هيبقى اكتر من المسائل يعني اعتقد. يعني حسب طبيعه الموضوع اكتر هيبقى النظري بتاعه اكتر شويه، بس في مسائل برضو، مسائل مش سهله يعني. تمام يا دكتور. اتفضل دكتور. اتفضل حضرتك. انا محمد مصطفى. والله يا دكتور انا مش قصدي يعني، والنت كان عندي بايظ خالص والتليفون عندي مهنج وبايظ. والله يا دكتور علاقتك انت بانك بشغل اغاني يا دكتور؟ الجهاز بيهنج والله يا دكتور. انا شغل اغاني زي وانا بسمع المحاضره على الموبايل غصب عني يا دكتور والله. ماشي يا هندسه، نشوف الموضوع ده المره الجايه. ماشي يا دكتور والله. طب يا دكتور بعد اذنك. ماشي يا دكتور. حصل خير، مفيش دكتور. مشكله خلاص، بقول لك حصل خير مفيش مشكله. لا انا واحد تاني يا دكتور. قول اتفضل. انا دخلت الساعه 11 ودقيقه، كنت حضرتك خدت الغياب وبعت حضرتك رساله في... لا منتهي الموضوع ده، خلاص منتهي، ما تتكلمش فيه، منتهي. ميعاد المحاضره الساعه 11، 11 ودقيقه ما تخش براحتك، عايز تخش ما تخشش براحتك يعني. ماشي تمام. ماشي يا هندسه. دكتور هو ما فيش شيت للجزء دوت؟ الايه؟ شيت، ما فيش شيت للجزء دوت؟ لا ما فيش شيت. لا تمام. حد عنده اسئله ثانيه؟ طب البي دي اف يا دكتور هينزل؟ موجود، انا حطيته النهارده الصبح، موجود على الاي ليرنينج، هتلاقيه موجود، المحاضرتين موجودين. تمام ماشي. انت لو دخلت دلوقتي انا موجود اصلا من قبل ما ابدا المحاضره هو موجود. تمام ماشي يا دكتور. تمام. حد عنده اي مشاكل تانية؟ ماشي، شكرا، توفيق ان شاء الله. سلام.